الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نفتتح بعون الله ندوتنا تحت عنوان الأمومة والإعاقة، أي دور للجامعة والمجتمع المدني في خدمة القضية، وهي ندوة تنظمها تانيث مجموعة البحث متعددة التخصصات حول المرأة وجمعية الشقائق، وهذا سعيا طبعا لتحقيق تواصل بين جمعيات المجتمع المدني وبين دوائر البحث العلمي. فهذا اللقاء إذن هو زواج بين المجتمع المدني وبين المجتمع الأكاديمي لرصد الظواهر عن قرب، الظواهر الاجتماعية أقصد، واستثمار الجهود المبذولة من طرف جمعيات المجتمع المدني وكسر حاجز عدم الثقة الذي يعقد خطوات الباحث في كشف المستور عن الفئة المبحوثة. إن هذا اللقاء يندرج في إطار التظاهرة السنوية قلب المهمة اللي جمعنا، التي صارت تظاهرة معروفة في على نطاق المدينة، ولربما وصلت أصداؤها إلى خارج مكناس، ربما شملت الجهة ككل لنجاحها ولقدرتها على استقطاب جميع الناس بغض النظر عن توجهاتهم، بغض النظر عن انتماءاتهم. فهي هنا لا تدخل السياسة، هنا القلب، قلب الميمة. لن يستطيع شخص أن يظل يعني بعيدا وألا يحس بشيء يتحرك بداخله عندما يتعلق الأمر بالأم. ولذلك يعني الموضوع في حد ذاته هو موضوع يجمع، ولعل هذا هو السر في نجاح هذه التظاهرة، في لكونها وصلت بهذا الإشراق وبهذا التوهج، بل أكثر من ذلك كل مرة تزداد جمعا للمتعاطفين معها ولمن يريدون أن يسهموا في هذه الأنشطة تكريما منهم للأم. فإذن هذا اللقاء هو يعني يأتي تتويجا للأنشطة السابقة، وفي نفس الوقت لتسليط الضوء على قضية مهمة جدا، هي قضية الإعاقة في مجتمعنا. وطبعا الجامعة التي تسعى دائما إلى الانفتاح أكثر فأكثر على محيطها الاجتماعي والاقتصادي ومعالجة هذه الظواهر التي ربما نحس كلنا بمعاناة فئات معينة من المجتمع، ونسعى إلى تطوير البحث عسانا نخفف من هذه المعاناة، وعسانا أيضا نفتح أبوابا للترافع عن هذه الفئات التي تبحث دائما عن طرق لإسماع صوتها وعن يعني إيجاد الحلول لهذه الظواهر. اليوم إذن سوف نرى نتعرف على الظاهرة عن قرب، ونعتبرها بداية لمزيد من اللقاءات حول هذه الظاهرة التي لا ينبغي أن نزل السيطرة عليها. لأن سعيدة باحتضان كليتنا وجامعتنا لهذا النشاط، ولن أطيل عليكم. أشكر باسمي وباسم كل الحاضرين هنا كل من ساهم بأي شيء في إنجاح هذه التظاهرة، وأعطي الكلمة مباشرة إلى السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبتدئ هذه الكلمة أود في البداية أن أقدم تحية عالية نابضة من قلبي لكل الأمهات التي عبدنا وكبرتنا، ولولاهن لما كنا ما نحن الآن. فتحية غالية لأمهاتنا ولكل الأمهات. يسعدني اليوم أن أشرف على افتتاح أشغال هذه الندوة التي تنظمها مجموعة البحث متعددة التخصصات حول المرأة تنيت بتعاون مع جمعية شقائق تحت عنوان الأمومة والإعاقة، أي دور للجامعة والمجتمع المدني في خدمة القضية.
وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للسيد عميد كلية العلوم القانون كلية الآداب والعلوم الإنسانية سي أحمد المحمودي والأخت زهراء الهوي منسقة مجموعة البحث تانيت والسادة نواب العميد وزملائي وزميلاتي الأساتذة وإخواني وأخواتي الطلبة والطالبات وجمعية الشقائق وكل من ساهم من بعيد أو قريب في تنظيم هذا الحفل الذي أعتبره وتعتبره جامعة بني إسماعيل من المحطات المهمة، لأنها قضية ليست فقط قضية الباحثين الجامعيين بل هي قضية وطنية، لأن اليوم الأمومة والإعاقة هو لا يعرفه ولا يعيشه إلا من يعيشه في الحقيقة، فهو في الحقيقة معضلة كبيرة ويجب على المجتمع المدني أن ينكب عليه بطريقة عقلانية وفعالة. فإن الدلالة العميقة لهذه المبادرة لا تتجلى فقط في الانفتاح العلمي والإشعاع التربوي للجامعة ومؤسساتها على محيطها فحسب، بل إنها علامة ناصعة على التحول الإيجابي في وظائف الجامعة، ولا سيما تلك المتعلقة بقضايا وإشكاليات المجتمع التي أمست اليوم محورا للتفكير والتحليل والبناء العلمي في حقول وتخصصات معرفية وأكاديمية متعددة. وإذا كنا نعتبر هذا الملتقى العلمي الواعد علامة على التحول الذي أشرنا إليه، فإن الأهم من ذلك يتمثل في الوعي بضرورة العمل المشترك بين الجامعة وشركائها وخاصة من المجتمع المدني وفق قاعدة موضوعية تؤسس لحوار متواصل وقابل للتطور حول موضوعات وانشغالات لا يمكن للباحثين طرقها بكيفية معزولة، ولا يتأتى للبنيات المدنية الاهتمام بها لمنء عما تزخر به الجامعة من كفاءة قادرة على إيجاد المداخل والسياقات الحقيقية لمعالجة قضايا مجتمعية مثل القضية المطروحة للدرس والمناقشة في هذا اللقاء العلمي. إن موضوع الأمومة والإعاقة يبرز أبعادا هامة وصعبة في ذات الوقت، يمكننا رصدها في ثلاثة محددات أساسية. أولا، إنه موضوع علمي بامتياز قابل للإدراج في سياق متعدد التخصصات لم تعدسيبنا، يجد فيه السوسيولوجي والسيكولوجي والبيولوجي وعالم الدلالات وغيرهم مادة خصبة للتفكير والتحليل والبناء العلمي. ونستضيف اليوم أستاذة طبيبة متخصصة في العمل من أجل المرأة بصفة خاصة، وأظن اسم الأستاذة فاطمة الوهابي المريني، نشكرها بهذه المناسبة التواجد. كما أن مفهوم الأمومة اليوم لا يقف عند حدود الفهم الضيق الذي يجعل منها وظيفة ضرورية ومحددة بصورة مسبقة قيطبلي من طرف المجتمع، إن الأمومة على العكس من ذلك قضية ذات أبعاد اجتماعية ونفسية وثقافية ينعكس مفعولها الإيجابي أو السلبي على المرأة والرجل على حد سواء، وينطبق أثرها على المجتمع كله، وخاصة عندما تنبثق من وراء ذلك ظواهر تمس في العمق استقرار الأسر وتوازن المجتمع. أما المحدد الثالث فندركه في الوعي العلمي والمجتمعي بالسياق المزدوج الذي يطبع بعض وضعيات الأمومة، خاصة عندما تعيش الأم حالة إعاقة مؤقتة أو دائمة، أو عندما تكون هذه الأخيرة أي الأم راعية لأبناء أو بنات لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم بسبب إعاقات جسدية أو ذهنية. من هذا المنطلق إذن
أثمن مبادرة مجموعة البحث متعددة التخصصات حول المرأة تانيت التي راكمت رصيدا علميا منذ سنوات واشتغلت بوعي علمي متقدم وحسن مواطن ملحوظ على قضايا المرأة في المجتمع وحس مواطن ملحوظ على قضايا المرأة في المجتمع المغربي. كما أنوه بإقدام مجموعة البحث هذه على تنظيم هذا الملتقى العلمي الهام في نطاق تشاركي مع هيئة مدنية محترمة وهي المبادرة المطلوبة حالا ومستقبلا من الجامعة والجامعيين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإشكاليات لا يمكن فهمها أو تلمس أبعادها في نطاق منفصل على المحيط الاجتماعي والثقافي. وإذا كانت هذه الندوة معبرة عن انخراط الحق الجامعي في النقاش العمومي حول قضايا اجتماعية يزداد وقعها وتأثيرها يوما عن يوم، فإنها أيضا علامة ناصعة على ارتقاء الجامعة إلى مستوى مؤسسة مواطنة تستشعر بوعي كبير نبض المجتمع وانشغالاته وتطلعاته. إن انعقاد هذا اللقاء من منطلق الفعل النسائي المتخصص ميدانيا وأكاديميا وعلميا يجسد في ذات الوقت انفتاح الجامعة ومؤسساتها على المحيط واستثمار الرصيد العلمي والمنهجي للعلوم الاجتماعية والإنسانية من أجل الانخراط في مسار التنمية الشاملة والقادرة على تطوير حياة المجتمع في كل الأصعدة والمناحي. وبهذه كذلك المناسبة أشكر السادة الأساتذة الأستاذات والأساتذة الذين يشتغلون في هذا الميدان بطريقة مستمرة، وأتمنى أن تكلل أعمال هذه الندوة بالتوفيق والنجاح وأن تظهر انعكاساتها الإيجابية على الجامعة والمجتمع على حد سواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدي الرئيس على هذه الكلمة الجامعة المانعة، وأظن أن السياق توضح أكثر بكلمة السيد الرئيس. شكرا جزيلا على دعمكم لأنشطة تانيت وعلى يعني هذا الوعي وهذا هذه الرؤية في إطار مشروع الجامعة بالفعل. أظن بأنه هناك رؤية مستقبلية لما يجب أن تمشي عليه أو أن تسير عليه الجامعة ككل، ولكن خصوصا الآن ونحن نتساءل عن دور كلية الآداب بصفة خاصة. أليس هذا هو الدور الأول الذي يجب أن تطلع به كلية الآداب؟ شكرا سيدي الرئيس مرة أخرى، وأمر مباشرة لأعطي الكلمة الآن للسيد عميد الكلية. مشكورا. شكرا أستاذة العشيري. أولا قبل أن أبدأ كلمتي أريد فقط باسمكم جميعا وباسم كل مكونات كلية الآداب أن نهنئ السيد رئيس الجامعة على الولاية الثانية على رأس هذه الجامعة، وهذا إن يعبر بشكل واضح على مدى الحكامة الجيدة التي دبرت بها جامعة ولاية إسماعيل خلال السنوات الأربع الماضية. فنتمنى للسيد الرئيس وفريقه التوفيق في كل المهام التي رسمها لجامعة مولاي إسماعيل، فهنيئا له مرة ثانية باسمه. طبعا أنه أولا هنيئا لمجموعة البحث التانيت وكذلك لمجموعة جمعية الشقائق على هذا التزاوج الذي هو في حقيقة ضروري، أصبح ضروري للانكباب على مثل هذه الأعمال أو القضايا الاجتماعية والإنسانية. ولا شك أن قضية المرأة والإعاقة هو من القضايا الأساسية التي يجب أن تطرح بحدة، ليس فقط في المؤسسات الجامعية ولكن في كل المؤسسات، لأن أصبح الآن من الضروري أن يعرف المجتمع الذي هو للأسف مجتمع رسم ذكوريا أن يعرف مدى المعاناة التي تعرفها المرأة المعاقة داخل المجتمع المغربي بشكل خاص والمجتمع العربي الإسلامي بشكل عام.
فهذه النقطة السوداء التي تعيشها المرأة فهو يجب أن نشجع هذه المرأة وأن تندمج داخل المجتمع من أجل أن تواكب عملها وحياتها طبيعي داخل المجتمع وبين أحضان المجتمع. فالبارحة كنت أتفرج على ماشي إيميسيون ولكن واحد إيميسيون في تي في 5 حول سميتها برسك انكرويابل ميفري اللي كان كيقدمها جاك مارتن ولكن دابا داروها بواحد الطريقة أخرى. فجاءت الصدفة أنه اليوم عندنا ندوة حول الإعاقة حول المرأة والإعاقة، والبارحة فعلا أن هناك سيدة فرنسية ولدت معاقة، يعني أنها بكر ما تقدرش ولكنها قررت أن تتحدى هذه الإعاقة. أولا رسمت في ذهنها شيئين، أن تكون محامية وأن تتحدى الإعاقة، رغم أن الأطباء كلهم يئسوا من حالتها الصحية حينما كانت صغيرة، ولكنها استطاعت أن تتحدى الإعاقة فعلا، أنها أصبحت محامية وأنها أصبحت تتكلم ولو أن كلامها شيئا ما غير مفهوم، ولكنها على الأقل أنها أصدعت أن تتكلم. حتى قالت بأن كانت كالببغاء في المنزل دائما تتكلم حتى أن تعودت على الكلام. ولهذا فالإعاقة فهو تحدي للمرأة وتحدي أيضا حتى للرجل، لأن هناك رجال معوقون، ولكن أنها تحدي يجب أن يكون هذا التحدي في ذهن المرأة. فهو موضوع بكر وهو صغير على هذا اللقاء، هو صغير على هذا اللقاء، وبالتالي أنه يجب أن يكون هناك لقاء آخر، وكلية الأداء مستعدة لتنظيم هذا اللقاء سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي لإنجاح ومساعدة المرأة وإبراز دور المرأة في المعاقة داخل المجتمع. إذن فهنيئا لمجموعة طنيت وهنيئا لجمعية الشقائق. وقبل أن أختم كلمتي أريد أن أقدم تحية خاصة للدكتورة فاطمة الوهابي المريني التي تخلت عن مهنتها هذه هذا اليوم، وكذلك تخلت عن زبنائها من أجل المجيء لإسماع صوتها، وربما أنها تقدم تجربتها هنا في هذه المؤسسة. وهنيئا لها وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد العميد على الدعم المتواصل الدائم لجمعية تانيت ولكثير من الأنشطة. في الحقيقة لا نجد أي صعوبة كلما أردنا أن أو فكرنا في تقديم عمل علمي إلا ووجدنا فيه السند والدعم الدائمين. شكرا مرة أخرى، وأعطي الكلمة الآن للأستاذة بشرى حميداني عن جمعية الشقائق لتتكلم أو لتقدم لنا الجمعية. شكرا أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أتقدم بالشكر الجزيل للسيدين المحترمين رئيس جامعة المولى إسماعيل الدكتور الحسن السهبي والسيد عميد الكلية أحمد المحمودي الدكتور أحمد المحمودي على كلمتي الترحيبية أصالة عن نفسي ونيابة عن جمعية الشقائق وتنسيقية المجتمع المدني التي تنضوي تحتها تظاهرة قدم ما يجمعنا. نستشعر من خلال كلمتكما وأثاركم المعلومة جهودكم الحثيثة في جعل هذه الجامعة تنفتح على محيطها وتستفيد منه ما يجعلها تنخرط بقوة في مسلسل التنمية الثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات. أتوجه أيضا بوافر الشكر والعرفان لمجموعة تانيت متعددة التخصصات حول المرأة، لكل عضوة أهدي باقة عطر وزهور، وأخص بالذكر السيدة الغالية الرائعة المعطاء الدكتورة الهيوي زهرة.
أشكرك على حسن تفاعلك واستجابتك لفكرة التعاون فيما بيننا حول قضية من أهم قضايانا المحلية ذات الامتداد الوطني والإنساني، الأمومة والإعاقة، موضوع الندوة. ولا أنسى السيدة الفاضلة التي أتشرف بالجلوس إلى جانبها الدكتورة نادية المشيري، وأشيد في هذا المقام ببصمتها الإيجابية في هذا الحدث، وقد كانت ضيفة شرف في كثير من محطات وأنشطة جمعيتي الشقائق. ولا يفوتني في هذا المقام أيضا أن أنوه بفريق العمل في تنسيقية قلب المنظمة وجاهزيته في السهر على إنجاح أنشطتها النسخة الرابعة التي انطلقت منذ 15 من هذا الشهر ولازالت مستمرة إلى نهايته، إذ يأتي هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم في إطار هذه التظاهرة التي أصبحت صدى إيجابيا تنتظره ساكنة مدينة مكناس في كل سنة. أشكر كذلك الحضور الكريم الذي حرك هذا الموضوع في دواخله حب الاطلاع فانضم إلى ركب المشاركة والإنجاز، فآراؤكم تهمنا ورؤيتكم للموضوع نعتد بها في مخرجات هذه الندوة. أيها الحضور الكريم، السيدات والسادة الأفاضل، أدعوكم إلى متابعة شريط مسجل يعرف بجمعية الشقائق، مقرها، تخصصها، أهدافها، رسائلها وأنشطتها القارة والموسمية. وفي انتظار إعداد هذا الشريط، إذا سمحتم سأدعو على مسامعكم محاولة زجلية تعرف أيضا وبشكل موجز عن جمعيتنا، جمعية الشقائق. جمعت الأفكار في قلوب السينا، قالوا حق المرأة ما يكون رهينة، وبنات ساس في مدينة مكناس وفي برج عمر نصبة الخيمة. جمعية الشقائق أصبحت مفتاح لكل أسرة حاملة فوق كتافها هم وغبينة، مركز الاستماع يحضنها ويضمها ويشق طريق ليها ويشد الأمان يديها. الشقائق تحميها بالقانون، تأهلها وترد اعتبار ليها، تكوينات واستشارات ترقيها وتوعيها، وبمشاريع تكفيها، صنع مهن تغنيها، على السؤال تكفي يديها. المرأة أسرارها ما تحب تخفيها، وألمها إلى بقات نار تكويها، والأسرة تدمر بلا بها. هذا على الشقائق مدت يديها وبدت تطرق جميع الأبواب طالبة تفتح ليها. يالله نساهمو جميع، نسقيو الورد زها الوانو، تشرق الشمس في جنانها ترفع علامو. والمرأة بلا شك شلال من الحب، إلى جف يتقطعو ودانو. إلى مشاهدة هذا الشريط التعريفي لجمعية الشقائق. تمشيا مع مقتضيات الواقع الاجتماعي الجديد في المغرب، يفرض على المرأة المغربية إيقاع جديد في حياتها ويوميتها، قائمة على تعدد الواجبات والمسؤوليات وغلب عليه التحديات اللي تتمتع بفرق الفقر وبسوء الوعي بصحوف النساء. أشوفك حد واش كنتي ولا ما كنتيش، واحد كيبغى يركوك وواحد كيبقى حداه، ليش من حداه؟ واحد كياكل واحد ما تلقى ما ياكل، كتكرس البيع، تن النفيحة شحال من مرة كنقول غنشري بلا قراصة، نقتل خوتي ما نخليش خوتي نواعي، ماشي ضروري، ماشي قلب كتصير عيون الناس. كان من الناس من الانخراط في مبادرات التخفيف من الأزمة. هادشي علاش فكرت مجموعة من النساء المغاربات في مدينة مكناس المساهمة مع اللي يسبقوها واللي كيشتغل في المجتمع المدني في مجال المرأة والأسرة. سنة 2005 انهار هذا المولود اللي هو جمعية الشقائق، اللي اخترت هذا الاسم انسجاما مع مضمون حديث الندوي الشريف
النساء شقائق الرجال. وحنا نفهم اسم كل معاني التعاون والتكامل والبناء اليوم الاصيله. شقائق نعتز بفريق مسير في اشتراء الاداه وفي تقييم امكانيات متواضعه وفي وضع الخطط وفي وضع البرامج وفي كيف هذا امكانيات ماديه وبدنيه. تعهد الاجتماعات خصنا الى رؤيه الجمعيه في 10 سنوات ورسالتها. هذه الرؤيه تتلخص في جمعيه نسائيه ترقى بدور المراه والاسره المغربيه لمن هي منتجه ومسؤوله وحكمه في التدبير المالي والاداري. طموحنا لجمعيه الشقائق هو اننا نكون مؤسسه تشتغل مهنيه واحترافيه ومسؤوليه. وميزه الاشتغال فرقت ابواب المؤسسات ودور الشباب لذكرى اساطنا ومحصنا لشبابنا ومواعي لنسائنا. وتوجت هذه الاعمال بتاسيس مركز الاستماع والانصات بشراكه مع وزاره الاسره والتضامن. مركز الاستماع والتوجيه الاسري كنستقبلوا فيه حالات مريضه كل حالات كتحتاج لدعم قانوني كنقدموا لها الاستشاره القانونيه المطلوبه او ممكن تكون الحل ديالها المحلي يمكن تدخل في المجموعه على القانون ديالها. بالنسبه للحالات النفسيه كتبنا مع الحالات النفسيه كتحضر لنا المقاطع الجنوبيه اسبوعيا. كاين ايضا الحالات الاجتماعيه لان كنمثلها المركز تكون كاين المقاطع الجنوبيه من اجلها كنتناجس معها الامتيازات او ممكن تكون اشراك ديالها في مشاريع متوسطه على دور المستقبل. وإذا كنت تقبل بعض المساعدات في الدواء هذه الحالات الاجتماعية اللي كتحضر لنا قبل ما تبدا تسكن كتشوف هذه الحالات وكتقبل المساعدات بقدر المستطاع لجنة الإشراف ديال إصلاح هذا البلد اللي كتشرف لها هذه الحالات فيها خطباء فيها أساتذة جامعيين فيها مسلسل ديال المكتب. المركز فرض على الجمعية إيقاع جديد في تدبير ضمان الوافدين لديه وإيجاد حلول لمشاكلهم. والمكتب المصريين نكب على إعداد مخططات باش يرتقي الأداء الجمعي. فكانت رسالة الجمعية هي الريادة والتمييز في توقيت المرأة والأسرة المغربية محليا بأصالة وانفتاح ومستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السيدة المنكرة بسبيت المسلسل الغالي. هذه عامين هذه باش كتفاد الجمعية جمعية الشقائق حوالي كثر قلت فيها أني ولات عندي ثقة في النفس قلت للجمعية فعلا تتنيجو ديالي أنني تعلمت منها بزاف الحوايج. تعلمت الخياطة قلت أنني ندير الخياطة فعلا مجرد أنني تنصل الحاجة وسلمتها يعني هذه ثقة في النفس يعني أنا بالنسبة لي فكر الوجود ديالي. أنا ما كل شيء ما تعرفت شي حاجة. أنا خديجة كنت كنجي أساسا نتعلم الخياطة تعلمت الخياطة وتعلمت على يد الأستاذة ويدر وتعلمت النرويجي على يد الأستاذة السعدية ما جابيهم بخير وتعلمت معهم نساني الإيش ديالي الخارجة. أنا سيدي فرحانة بعد شوية مش عارف لحقاش أنا ما كنتش نعرفه كيفاش نواجهو ولا كيفاش نقرفو الفرق ديالهم كيفاش كندير الكسكسو مش كان في شيء أسواق ومش كان من عارف كيفاش نواجه الإعلان. أنا رسالة ديال الحمد لله تستقبل الدواء وزوج ديالي أهل الأم السرطان وعندي جوج ميتات والحمد لله اللهم لك الحمد تستقبل من هذه الجمعية والحمد لله تعاوننا بزاف في الحوايج والدواء والحمد لله الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم. وكانت رؤية الجمعية
جمعية نسائية تنقذ دور المرأة من أسرة مغربية مهنية منتجة ومسؤولة وحكامة التدبير المالي والإداري. متوافقين على قيم جوهرية نحرص عليها ونرفع شعارها في أعمالنا وعلاقتنا الداخلية والخارجية، وهي الإخلاص والمصداقية والانفتاح والاحترام. وحرصنا على تمثيل القيم الأساسية لكي يكملها ونشتغل مع الجمعية واحتك بها والنية والجمعية والتخصص والإبداع. أما موارد البشرية فحرصنا الاجتماس بالقيم الآتية: المهنية، الإنسانية، الإنتاجية، المسؤولية والكفاءة. مجالك الشرع والحماية الشقائق هي ثلاث مجالات رئيسية: مجال حقوقي، والمجال الثقافي، والمجال الخيري والاجتماعي. احنا أكثر اشتغلت مركز اجتماعي شعراء المجال تجمع هذه المحاور الثلاثة، ولأننا حدثناه بفترة ريادة وتميز، فإذا كل مجال من هذه المجالات كنحاول نقدمه بحالة مختلفة، بحالة متميزة. سميتني فاطمة، وأنا كنشكر هاد الناس اللي عاونوني بزاف بزاف. أولا كنشكر السيدة اللي دتني أول مرة لقصد الناس، حيت نحب نقصد الناس بزاف ديال الناس كيتواصلوا بيا، ولكن مكاينش شي واحد اللي عاونني. كنتواصل بواحد السيد بيضة اللي بخير من الرباط وحدة محسن، تواصل بهاد الناس الجمعية ماشي بيا أنا، وجو عندي الدار قالوا لي بان كاين واحد السيد واحد محسن بغا يسرقكم الدار، وهذوك الناس تما هما كيديروا مع هاد الجمعية نيت، هما اللي كملتو هما اللي كملو، ما ننساش خيرهم. الشقيقة حيت هما اللي كملو من عندهم، قالوا انا كنشكرهم بزاف كاملين كاع الخير اللي عطا شي حاجة على خوتي. انا كنشكر هاد المحسنين واحد واحد واحد، وخا نشكرهم طول حياتي غنبقى نشكرهم، انا غادي نشكرهم داك الخير اللي دارو فيا انا وخوتي. كنتكلم كبير واش الانسان تكون على العيال ويكون عندك واحد المريض، هذا الشيء كامل جعل الجمعيه تتميز بالحجاب الاتيه: المبادره اللي تدل عليها انشطه شرفت الجمعيه على تنظيمها قوت القتاف للمدينه وكان لها اثار تميز قلب المهمه جمعنا، وهي مبادره جمعت اكثر من 30% تضامنا مجموعه الاشكال عقد عن مدينه مكناس ويوم شهر مارس احتفالا باليوم العالمي للأم. كلمة إقراء في رمضان ستقرا نشاط تحفيزي أعاد الانتباه لمطالعة صحف النشيطة. نساء التعليم رائدة التغيير، مشروع تقنين فائدة 30 من نساء التعليم، 6 دورات استغرق سنة كاملة. القيمة الثانية ومميزات جمعية الشقائق هي الفاعلية. فجمعية الشقائق انخرطت كل النداءات المجتمعية البالية واستجبت التكوينات الوطنية ومشاركة في المبادرات الإيجابية. وهذه القيم طبيعي ينتج عنها قيمتان مهمتان: نهضة التميز والقيم الإبتدائية، المهنية والإنسانية. إذن حتى لا أطلق عليكم، كان هذا الشريط عبارة عن صورة عرفية حول أنشطة جمعية الشقائق. أخواتي الفضليات أيها الحضور الكريم، لا أحد ينازع في كون النسيج الجمعوي يسهم بقوة في قيادة المسيرة التنموية إلى جانب جهود الدولة وباقي القطاعات الخاصة الأخرى، كما أن الحاجة إلى التغيير وظهور متغيرات ومطالب اجتماعية جديدة انطلاقاً من عوامل داخلية وخارجية عززت أهمية هذا النسيج الجمعوي وأكدت مدى تأثيره في الدفع بالسياسات العامة إلى مستوى أفضل. ولم يكن قطاع التعليم العالي بفروعه المتمثلة في مراكز ومجموعة أبحاث ودراسات في منأى عن هذه الحركة والدينامية، إذ تعد الجامعة رافعة أساسية للتنمية والنهضة الشاملة بما تحققه من أدوار متعددة، أهمها تحليل الواقع ودراسته من منظور أكاديمي علمي ومعرفي متخصص، وإيمانا منا بأهمية
كل قطاع ودوره في تحريك عجلة التنمية وصنع القرار وإيجاد حلول عملية وجلية للقضايا الاجتماعية بدءا بقضايانا المحلية. انبثقت من رحم جمعية الشقائق فكرة تشكيل نسق للفعل المحلي يدعو إلى الاتحاد والانخراط الجماعي وتمثل قيم التكافل والتضامن والعمل الجماعي في معالجة وحل المشكلات التي يئن تحت وطأتها واقعنا المحلي في إطار توجه خال من الحساسية الإيديولوجية والسياسية. وارتأينا أن نبحث عن قلب كبير يسع هذا الجمع ويحضن الفكرة، فما وجدنا غير قلب الأم الحضن والمحبة والتسامح والصبر والتضحية. فاخترنا يوم عيدها العالمي مناسبة ومحطة لتكريمها ورد الاعتبار لها لأدوارها وأفضالها الكثيرة على أبنائها وأبناء المجتمع، مع أن الأم هي عيد لكل الأيام. فكان قلب المهمة يجمعنا عنوان الفكرة والتجلي الفعلي لهذه الرؤية التشاركية، فأصبح مشروعا قائما ضمن مشاريع جمعية الشقائق يطل كل سنة بأنشطته المتعددة. قلب المهمة يجمعنا النسخة الرابعة في هذه السنة جمعت أكثر من 40 جمعية من المجتمع المدني وهيئة رسمية وغير رسمية لتقف إجلالا للأم وتبدع في خدمة قضاياها في موضوع من مواضيعها الشائكة وهي الإعاقة. فاستقر موضوع التظاهرة على الأمهات في وضعية إعاقة أو اللواتي يرعين ذوات الاحتياجات الخاصة تحت شعار لست وحدك نسمع نبضك. انطلقت أنشطة هذه التظاهرة في 15 من هذا الشهر ببرنامج حافل بالعطاء استهل في محطته الأولى بالتفاتة طيبة لأمهات في وضعية إعاقة من خلال حفل تكريمي ترفيهي يعترف ويستمع لنبضاتها ومعاناتها وطموحاتها وتحدياتها، وقيمة بغرفة الصناعة التقليدية باليدين. وتلت هذه المحطة قافلة طبية شارك فيها 12 طبيب وطبيبة في عدة تخصصات، الطب العام، الجهاز الهضمي، الغدد، والسكري والروماتيزم إلى آخره، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية ومركز للاستماع. وبلغت استفادة أمهات في وضعية عجز وأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه الخدمات الطبية بما فيها الأدوية إلى ما يناهز 530 حالة، كما تم توزيع 12 كرسيا متحركا للكبار وخمسة للأطفال. وقد تم في خضم برنامج هذه التظاهرة الانفتاح على المؤسسات التعليمية في حاضرة مكناس ونواحيها التي بلغ عددها 25 مؤسسة من خلال عرض أنشطة تربوية وترفيهية عديدة توزعت بين محاضرات ودورات تكوينية وورشات فنية في الرسم والخط العربي ورسم على جداريات بعض المؤسسات، إلى جانب عروض فنية مسرحيات ووصلات غنائية وقراءة شعرية إلى آخره. ثم تم التحسيس عبرها بأهمية موضوع الإعاقة ونشر ثقافة التكافل والتضامن مع هذه الفئة بتكريم بعض التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين منهم، وتمرير رسائل تعيد تصحيح مفهوم الإعاقة الذي يحصره الكثيرون في العجز الجسدي، إلا أنه قد يطول الأصحاء ويلاحقهم من خلال تعاطيهم للمخدرات واستمرارهم للفشل في الدراسة وعقوقهم لأمهاتهم وأبائهم. وتستمر الأنشطة وينطلق في هذا اليوم ببهو البلدية معرض المنتوجات النسائية، معرض كذلك للرسم، تبرع بالدم لفائدة الأمهات، وفي ذلك دعم نفسي ومادي لهن بمنحهن فرصة الحضور الفعلي داخل النسق الاجتماعي والاعتراف بهن كرافد من روافد التنمية. إذن لم يبقى لي إلا ما لي إذا سمحت. فقط باختصار. نعم، إذن ونطلعكم إلى أن برنامج هذه التظاهرة لا يقف عند هذا الحد، بل سيستمر بعد هذه الندوة مع ندوة أخرى بالقاعة الكبرى لقصر المؤتمرات. الإعاقة قدر لا يمنع من الحياة الكريمة. وفي الغد أنتم على موعد مع فيلم سينما إعاقة شتى للمخرج حكيم بلعباس الحائز على الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، في يعني بقاعة سينما الريف
بموازاة ذلك سيقام حفل فني تربوي بالمركز السوسيو الثقافي دار العريشي لفائدة 30 من أمهات ذوات الإعاقة الذهنية والصبحية، ترفيهية تدريبية تضم دورة تكوينية كيف نحيا بالأمل، ودوري لكرة القدم بمركز الجمعية المغربية لثلاثي الصبغي. كذلك في الجمعة المقبلة سيكون ختام هذا البرنامج. و نعم، إذا أيها الحضور الكريم، ها نحن اليوم في هذه الرحلة الإنسانية الممتدة أسبوعين، نحط الرحال في إحدى محطات هذه الرحال بكلية الآداب لنمد جسور التواصل والتعاون مع مجموعة البحث التانيت المهتمة بقضايا المرأة متعددة التخصصات، ونجسد عملا إنسانيا مشتركا نعكس فيه لغة الفعل ونقارب القضية ميدانيا ومعرفيا. شكرا على سعة صدركم وحسن إنصاتكم، زدتم قلب المهمة دفء وحنان. أعتذر بالفعل بشرى لأن الوقت لا يسمح، ولكن لا شك أننا لاحظنا أن عمل الجمعية عمل جبار وهي مشكورة عليه طبعا، والأكيد أن هو عمل كبير جدا ويصعب الإحاطة به في هذا اللقاء وبهذه السرعة. نهنئكم على كل هذه الأعمال ونتمنى لكم المزيد من التوفيق، وأمر مباشرة إلى الأستاذة صديقتي وزميلتي وأختي في العمل وفي النضال زهرة، الأستاذة زهرة الهيوي، لتعرف بمجموعة البحث التانيت وترحب بالحضور الكريم. هي في الحقيقة كلمة ترحيبية فقط، لأن أنا أعلم بأن السيد الرئيس له اهتمامات وله يعني مجموعة من الالتزامات، فسأكون جد مختصرة لأن اعتبارا بما ينتظر السيد الرئيس، وأنا عارفة شنو كينتظر الرئيس، وأعتذر أختي بشرى لأن الوقت عندنا محدود وبغينا التدخلات، لأن في التدخلات سيكون هناك نقاش وهناك معلومات وهناك يعني إفادة بالنسبة للجميع. ففي الحقيقة فقط أنا أرحب بالجميع، وفي الأول أرحب بالسيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل الذي في الحقيقة يدعمنا دوما، ووجه كذلك السلام للسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والسيد النائب عميد كلية الآداب والسادة والسيدات أعضاء جمعية الشقائق والسادة والسيدات أعضاء التنسيقية للجمعيات الحاضرة معنا، كما أشكر لحضوره السيد رشيد فرح وهو مدير مركز الصم الذي يأتينا ومعه بعض النساء للشهادة، زملائي زميلاتي عزيزاتي الطالبات أعزائي الطلبة ضيوفنا الأعزاء، كما سبق وأشار إلى ذلك السيد الرئيس في هذا اللقاء في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وهذا من بين المبادئ الأساسية التي دأبت عليها جامعتنا من أجل المساهمة في تنمية شاملة للمجتمع على كل المستويات. ويرجع الفضل في هذه الشراكة بين مجموعة البحتانيت وجمعية الشقائق إلى الأستاذة المقتدرة بشرى الحميداني التي هي عضو في هذه الجمعية ولكنها كذلك عضو في مجلس مركز البحث العلمي في الآداب والعلوم الإنسانية بكلية الآداب، فكانت صلة وصل بيننا وبين الجمعية، فجاءت فكرة تنظيم هذا اللقاء الذي يندرج في سلسلة من الأنشطة التي تنظمها هذه الجمعية التي نجحت في لم 40 هيئة هذه السنة، منها المؤسسات ومنها الجمعوي، وكذلك الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للأم في نسخته الرابعة، وهي أنشطة مكثفة ومتنوعة تنظم من 15 إلى 30 مارس حول الأمومة تحت شعار لست وحدك نسمع نبضك. وقد اخترنا كموضوع لهذا اللقاء الأمومة والإعاقة، سنتناوله من زاوية علمية نتوخى من خلالها الوقوف عند خصوصية المرأة المعاقة ووضعيتها في مغرب الألفية الثالثة. فهناك بعض الأسئلة التي تطرح نفسها، هل هناك دراسات علمية حول موضوع المرأة في وضعية إعاقة؟ ثانيا، ما هي الحقوق التي تضمنها لها الدولة؟ وهل تتوفر على الإمكانات اللازمة والاهتمام الكافي من أجل العيش الكريم؟ ما هي التحديات التي تواجهها للقيام بواجبها كزوجة وكأم؟ ما هي نسبة النساء ذات الاحتياجات الخاصة التي تلجن عالم الشغل
وما هي القطاعات التي تعمل فيها؟ ما هي نسبة تمدرس هذه الفئة؟ هل تتوفرنا على تغطية صحية؟ ما هي حدودهن في الاندماج في الحياة الاجتماعية؟ هل هناك حماية كافية من العنف الذي تتعرضنا له، العنف الجنسي والمعنوي إلى آخره؟ البرنامج الذي نقترحه ينقسم إلى شقين، شق علمي تحليلي للظاهرة يتناوله الدكتور عبد الإله الهلالي اختصاصي في علم النفس، والدكتورة الباحثة فاطمة المريني الوهابي التي أتت من العاصمة للمشاركة معنا بمداخلة حول وضعية المرأة المعاقة في المغرب، وقد ألفت كتابين في الموضوع، هم كتاب بالفرنسية وهو الأخير Raconte moi ton histoire, handicap, le courage de parler، وكتاب آخر هو أصلا كان بالفرنسية وقد ترجم إلى العربية وهو مغرب المعاقين بين المعاناة والطموح، وهي عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو مؤسس ورئيسة الجمعية المغربية للإعاقة الجسدية لديفيسيون موتور. الشكر الجزيل للدكتورة التي تركت عيادتها كطبيبة لطبيبة للعيون من أجل إغناء هذا اللقاء بعطائها. أما الشق الثاني خصصناه لشهادات حية من أجل الوقوف عند المعاناة والتحديات بطريقة مباشرة. وفي الأخير نتوجه بعبارات الشكر والامتنان لسيد رئيس الجامعة الذي لا يتردد أبدا في دعم الأنشطة العلمية عامة وأنشطة ومشاريع بحث مجموعة تانيد خاصة، كما نشكر بحرارة سيد العميد على مواكبته الدائمة ودعمه لا مشروط للأنشطة تانيد، والشكر موصول لكل الإداريين والتقنيين الذي ساهموا معنا لإنجاح هذا اللقاء على رأسهم السيد إبراهيم غزدان ومعنا السيد حسن، شكرا. وكذلك أشكر جمعية الشقائق وكل الجمعيات الحاضرة، وأشكر السيد رشيد فرح على حضوره معنا لأن حتى هو عنده الشغل ومسامح كل شيء وجا عندنا، فشكرا جزيلا. والأستاذ شاكر من الشقائق من جمعية الشقائق، شكرا أستاذ، وشكرا لجميع الحضور. ونحن مستعدين ومستعدات، الكل مستعد بعميدنا ورئيسنا مستعدين لتمل استعداد العمل المشترك من أجل تنمية مجتمعنا، وشكرا للحضور. لتتوالى بعدها الجلسة العلمية. وأختم بشكر مرة أخرى لسيد الرئيس على تضحيته بوقته وحضوره معنا دعما لهذا النشاط، وايضا يدل على التزامه بهذه القضايا. شكرا سيد الرئيس. سيدنا وهذه مع المداخلات العلميه في البرنامج كان الاستاذ دكتور هلالي هو المبرمج في المداخلة الأولى، ولكنه من شهامته قال تكريما للمرأة أرى أن تعطي الكلمة أولا للأستاذ. وحرصت على أن أذكر ذلك لأن يعني نحن نساء نحس بهذه الشهامة عندما يتصرف الرجل بهذه الشهامة، يعني تصلوا تلمسوا منا يعني تلمسوا المشن بالفعل، رغم أن البعض قد يرفضها ويرى بأنه الرجل ينبغي أن يتعامل مع المرأة بهذه الطريقة، ولكن لست أدري، تبقى المسألة مقبولة لكل شخص، ولكنني أرى فيها يعني قيما جليلة رافقت فرساننا في منذ الجاهلية إلى اليوم، ورفقت أيضا حتى الفرسان في أوروبا. وأرى بأن الرجل ينبغي أن يبين للسيدة أنه فعلا شهم، فيعني أحييك باسمي وباسم من يتفق معي في كل شيء متفق معي. إذن سوف نستمع إلى دكتورة فاطمة المريني الوهابي. سيدة تحدثت الإعاقة ونجحت في
في الوصول إلى منتغاها، وهي اليوم تمد يد العون إلى هذه الفئة وكل التفهم. وكما رأينا كتبت كتابين حول الإعاقة، وتكلمنا قليلا قبل أن نلج هذه الفاعة وأخبرتنا بأن أحد كتبها هو عبارة عن دراسة ميدانية تطلبت منها ثلاث سنوات لم تكن تلتقي بأحبائها لأنها منهمكة في البحث إيمانا منها بهذه القضية. فتحية عالية لها، وكلنا آذان صاغيان نستمع إلى ما سوف تقوله لنا عن الجنومة والإعاقة. الكلمة لك سيدتي. مساء الخير. أنا كنشكر اللي نظموا هذا الندوة، لدينا فرصة أن نتكلموا هنا معكم على الإعاقة. الإعاقة هو سيتواسيون سوسيال، لا ماشي الاسم ديال الإعاقة، هي اجتماعية، وضعية اجتماعية ماشي وضعية صحية أخر. هي المشاكل الصحية هما اللي كيبداو بأن الإنسان كيكون منهمش من هذا في المارجيناليزي في الأسوسياسيون في السوسيتي، اللي هو اللي كيتسبب بأن الإعاقة. إذا جينا نشوفوا شنو هو المفهوم الصحيح للإعاقة، في الندوة ديالي أو المداخلة ديالي البسيطة هي ما غاديش نتكلم على الأمومة والإعاقة. الأمومة والإعاقة هو موضوع ديال الندوة. إذن أخر في هذا الموضوع عندي حتى أنا بزاف ديال الأشياء اللي نقدر نقول، خاصة بأن أنا رئيسة الجمعية المغربية للمعاق الجسدية، وكنقوم بالتكفل بالأطفال اللي عندهم الشلل الدماغي. الأطفال اللي الأسباب ديال الإعاقة ديالهم كتكون إما الولادة، إما أسباب الولادة أو أسباب ديال أمراض خلقية أو أسباب اللي اكتسبها الطفل في طفولة في مدى الحياة. إذن اللي جعل هاد الأطفال اللي عندهم شلل دماغي. شنو هو الشلل الدماغي؟ لأن الشلل كيشمل جميع الأعضاء للمسك ديال الطفل. إذن هذا الطفل ما كيقدر لا يتحرك، ما كيقدر لا يهضر، كيقدر حتى باش يبلع الماكله. الا عرفنا بان حتى باش نبلعوا الماء ولا الماكله هما العضلات هما اللي كيدخلوا باش كيعتادون التغذيه. اذا هاد الاطفال اللي كانوا تكلفنا بهم في الجمعيه من 2004 الى حد الان، اذا ما تقريبا 15 عام، واللي حنايا عندنا احتكاك يوميا مع الامهات اللي هما اللي كيصحوا هاد الاطفال الى الى المركز للترويض. الى المركز ديالنا هو للترويض الطبي. اذا اليوم غادي نتكلم على المراه المعاقه، اللي فعلا بان هذه المراه اللي المجتمع كيهملها بالكل، وهي مهمله من الجميع ومن صغرها. اذا كنت غادي نقدم لكم هذا المداخله ديالي اون باور بوينت، ولكن مع الاسف هذا الاورديناتور ما فيش مايكروسوفت. اذا غادي نقرا غادي نقدمها لكم هنايا. اذا الاعاقه احدى المشاكل الاساسيه التي تواجه العالم بصفه عامه والدول الناميه بصفه خاصه، حيث تشير الدراسات الصادره عن منظمه الامم المتحده ان عدد المعاقين يناهز 15% من سكان العالم. يجب أن نعرف أن 190 مليون هم أطفال، و 80% منهم يعيشون في الدول النامية. في المغرب وحسب البحث الوطني الثاني الذي أنجز عام 2012، عدد الأشخاص المعاقين في المغرب يناهز 6.8، فغالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين، إذ يكون النساء 51.4%، الأطفال 6.7%، والمسنون حوالي 48%. تميز هذه الفئة من الانتماء إلى الفئات الاجتماعية الفقيرة، إذ قالت
حسب التقارير ديال البنك الدولي، واحد من خمسة أشخاص في العالم هو شخص معاق. إذا الإعاقة تمنع الشخص من الاندماج في جميع الميادين، وخاصة الوصول إلى التعليم والصحة والتشغيل والسكن والنقل والترفيه إلى غير ذلك من الأشياء التي يتمتعون بها الأسوياء، الأسوياء بين قوسين. إذا عندما تضاف الإعاقة إلى التمييز القائم على الجندر، إذا نحن كاين في المجتمع ديالنا بأن المادة كتمتع بها المرأة العادية والرجل، كاين الفرق، كاين الفرق كبير. وإذا كانت هذه المرأة زيادة على أنها امرأة هي معاقة، فالمعاناة ديالها كتكون أكثر. إذا في المغرب وعلى غرار العديد من الدول في العالم، أن يكون الإنسان امرأة ومعاقة في ذات الوقت يعني تمييز مزدوج، إن لم نقل إحصاء إقصاء مزدوج. بالفعل لقد عرفت أوضاع النساء عموما خلال العقدين الأخيرين عدة تحولات بفضل جهود الدولة ونضال الحركات النسائية من أجل حقوقهن، ولكن العديد من المعيقات على المستوى القانوني والسوسيو اقتصادي والثقافي لا زالت تحول دون تمتع النساء بكافة حقوقهن مقارنة بالرجال. أما إذا أضيف للانتماء حسب الجنس حالة إعاقة، فإن النتيجة تتمثل في وضع شديد الهشاشة بالنسبة للنساء المعاقات. هناك مجموعة من العراقيل الثقافية التي تجعل النساء المعاقات يعيشن على هامش المجتمع كما لو كنا مختلفات عن باقي النساء وغير معنيات بطموحاتهن. في هذا الإطار تسود فكرة كون المرأة المعاقة لا تستجيب للضوابط والمرجعيات التي يعتمدها المجتمع في تعامله مع المرأة العادية. ينظر إلى هؤلاء النساء بأنهن لا يلعبن دورا كبيرا في المجتمع، فالمرأة المعاقة لا يمكنها أن في أي حال من الأحوال أن تحسن القيام بدور الزوجة ولا أن تكون أما كسائر الأمهات، لأنها لا تصلح لشيء، مما يجعلها مستهلكة وغير منتجة. لتوضيح ذلك نورد بعض المؤشرات المستقاة من الحياة اليومية للمرأة المعاقة. النقطة الأولى هي نقص في التمتع بالحقوق الأولية، من هذه الحقوق الوضع داخل الأسرة. احنا تصبح لدينا الأسرة العامل الاجتماعي الوحيد وليس الأساسي فحسب في الرعاية والتطور الاجتماعي للطفل، إلا أنه في هذا الصدد هناك تمييز على نطاق عالمي تقريبا في الحياة والأنشطة الاجتماعية بما ذلك الجنس. فإن الطفل المعاق يحصل على في معظم الأحيان على فرص قليلة من الرعاية داخل الأسرة مقارنة بنظيره السوي، ويصبح الوضع عادة حالة مزدوجة من التمييز والحرمان في حالة الطفلة المعاقة. الرعاية الصحية، يبدأ تهميش المرأة المعاقة منذ الصغر، إذ أبرزت بعض الدراسات حول مرض الشلل الذي كان السبب الأول في الإعاقة الجسدية، كان الإعاقة اللي عندي أنا، كان مرتفعا لدى الذكور 76% مقارنة بالإناث 24%، في الوقت الذي كان من المنتظر أن يكون متساويا بين الجنسين. إذا ما كانش شي مشكل، هذا واحد الفيروس اللي كيقص الطفل في صغره وما كيديرش الفرق بين الإناث والذكور، ولكن علاش هذا الفرق اللي كان في الدراسات اللي دارت في المغرب في 1982. هذا التباين يعبر عن كون اللجوء إلى التطبيب والعلاج يكون مرغوبا فيه عندما يتعلق الأمر بالذكر باعتباره وارث اسم العائلة، في الوقت الذي نجد فيه أن العديد من الفتيات المصابات يموتن من جراء الإهمال. المرأة المعاقة لا تتوفر على نفس حظوظ الرجل
للحصول على وسائل العلاج وعلى الأدوات التعويضية والخدمات المتعلقة بإعادة التربية من أجل الحد من الإعاقة. ولكن هذا المشكل ما كانش غير في المغرب، كان عالميا، لأن في جميع الدول كان فرق كبير بين المساعدة اللي كيقدموا للرجل والمساعدة اللي كيقدموا للمرأة. في التغطية الصحية كان عدد المعاقين اللي عندهم التغطية الصحية هو يناهز 34% حسب البحث الوطني الثاني الذي أنجز 2014. الأغلبية ديالهم عندهم راميد، يعني لا كنوبس ولا لا ميتشير ولا لا سينسس، وهذا هو واحد الفئة قليلة اللي عندهم. وعلى حسب البحث الأول اللي أنجز في 2004 حسبنا بأن اللي كيتمتعوا بالتغطية الصحية كان 15% من الرجال مقابل 9% فقط من النساء. الوصول إلى المرافق التعليمية، نسبة الأمية مرتفعة 66.6% في وسط النساء المعاقات من كل الأجيال مقارنة بباقي النساء وبالرجال المعاقين. البحث الوطني دائما كنرجع للبحث الوطني حيث هو زعما الوسيله الوحيده اللي عندنا باش نقدروا نهضروا على المعاقين في المغرب، وما كاينش احسن طريقه باش نهضروا على شي حاجه اذا ما قارناش، بان الارقام هي اللي كتجيبنا كتدينا الى الواضح. اذا هضرنا قلنا هي كاين بان النساء عندهم اكثر عندهم هذا، ولكن اذا جبنا الوسائل اللي كنثبتوا بهم هذا الارقام هما سي سون لو سول مويان دو جوستيفيي لي شوز كومون دي. داكور، دونك البحث الوطني حول الاعاقه نجد ان تمدرس الاطفال للفئه من بين 6 و 17 سنه تتجاوز 41% من الذكور و 29% فقط من البنات. اذا جينا لواحد الفئه العمريه بين 18 و 40، هنايا الفرق بين الذكور والاناث كيكون اكبر، بحيث النساء يكون 16% فقط من المقابل 54% من الرجال. اذا دائما الرجال هما اللي كيتهلاو فيهم من الناحيه الصحيه، من ناحيه التعليم، ودابا غادي نجيو حتى من ناحيه الشغل. اذا لا الاسره ولا المجتمع يوليان اهميه خاصه لتعليم الفتاه المعاقه وتكوينها، بل هناك من يعتبر هذه العمليه ظهرا للجهد والمال. الفتاه المعاقه حتى ان تعلمت لا تتوفر على ادنى حظ لان تصل الى استقلالها المادي، بل ستظل محتفله على الدوام بوضع الطفل المتكل على الاخرين. بالنسبه لمن تخطينا الحاجز ولجنا المدرسه فانهن يعانين من نقص كبير في البيولوجيات بالنسبه للمعاقين الجسديا والتعليم الخاص للاعاقه البصريه والسمعيه. مع ذلك وحسب شهادات عده تتشبث الفتيات بالمدرسه ويعتبرون الحصول على تكوين جيد بوابه نحو الحصول على شغل والاندماج في الحياه الاجتماعيه. الشغل يعتبر الشغل افضل حمايه ضد الفقر لجميع الناس وخاصه للاشخاص المعاقين. مع ذلك حسب البحث الوطني 13.6% فقط من الاشخاص المعاقين يمارسون نشاطا اقتصاديا. هكذا نجد بان المراه 2.7 فقط من النساء ضد 22% من الرجال، واذا قارناها مع النساء العاديات هي النساء العاديات 27.8% في المئة اللي هما اللي كيحصلوا على الشغل. اذا كاين ناقص بزاف اذا قارناهم مع الرجال المعاقين وخاصة مع النساء غير المعاقات. ان هزالة هذا الرقم يوضح بان الاشخاص المعاقين حتى عندما يتوفرون على قدرات لا تقل قيمة عن سائر المواطنين فان تلك القدرات لا تعتبر كافية لتحمل المسؤولية أو اتخاذ أي قرار إلى غير ذلك.
فالمرأة المعاقة توجد في حالة إقصاء من مبادرات التشغيل أكثر من الرجل المعاق، إذ إن هذا الإقصاء لا ينتج فحسب عن التهميش الحاصل في ميادين التعليم والتكوين، بل لكونها امرأة ومعاقة، بدليل أن هؤلاء الفتيات يشاركن في الحياة اليومية لعائلتهن الأشغال المنزلية، تربية الأطفال، بل ويساهمن في تنمية الموارد المادية للعائلة عن طريق القيام بأعمال الخياطة والتطريز وغيرها من المواد التي يتم تسويقها. وحتى في هذه الحالات فإن الأسرة نادرا ما تعتبر هذه المساهمة، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف طاقات النساء المعاقات في أعمال تفيد الآخرين دون أن تضمن لهن موردا خاصا يحميهن من الحاجة ويساهم في ضمان استقلاليتهن. الإقصاء من الحياة الاجتماعية اعتبارا لهادتهن الجسدية وليس لإنسانيتهن، توجد النساء المعاقات خلاف للمعاقين من الرجال في وضعية إقصاء من الزواج وحرمان من إمكانية تكوين أسرة، لذا نجد أن عدد النساء المعاقات المتزوجات يصل إلى 31% مقابل 42% عند الرجال، وهذا حسب البحث الوطني الأول الذي أنجز في 2004، بحيث الثاني كان بزاف ديال الأمور اللي كانوا نصابوها في البحث الأول اللي ما درجوهمش في البحث الثاني، ما عرفناش علاش، يعني كاينين زولوا أشياء خاصة اللي كيبان فيهم الميز بين المرأة والرجل. إذا ديك الشيء وليش عندي بأن رجعت للبحث الأول. عندما الزواج فإنه يكون غالبا إما في إطار عائلي أو مع شخص معاق، ولكن غياب الإرشاد الطبي كثيرا ما يؤدي إلى ولادة أطفال معاقين عن طريق الوراثة أو التشابه في صنف الدم. مثلا عائشة 45 سنة، امرأة مكفوفة بسبب المياه البيضاء الخلقية، تزوجت بمكفوف بنفس المرض، أنجبوا 5 أطفال حاملين نفس الإعاقة. هذا كتجي عندنا كدير كنترول، واحد مرة تجرأت ودرت معها، قلت لها لا شفتي الطفل الأول خرج لك معاق، الطفل الثاني كذلك، الطفل الثاني، وعلاش زيتي؟ قالت لك كنت كنتظر يجي لي واحد عادي. إذا كاين بأن هذا الشيء بأن الأمومة والإعاقة هذاك موضوع كبير، بأن كيعتبر بأن هذا كاين بزاف ديال الأشياء اللي خصهم إن شاء الله المرة الجاية. إلهام امرأة 32 عام، عندها إيميوباتي. إيميوباتي هو واحد النوع ديال الشلل ديال الأعضاء المسكولار، كيبدا في الطفولة وكيتطور تدريجيا بحيث ملي كيوصلوا ل 20 عام، وهذا تقريبا كيكونوا في كراسي متحركة. هو كيختلف على الشلل الدماغي، دونك لوريجين ديال الشلل مختلف. إذا هذه المرأة عندها واحد الولد حتى هو بنفس المرض. إذا الزوج خلاهم بجوج بهم، هجر الزوج البيت وتركها وحدها مع ابنها يعيشان بمساعدة المحسنين والدعم الذي تقدمه لها أختها في بعض الأحيان. العنف ضد المرأة، تعاني الفتيات والنساء المعاقات أكثر من غيرهن من سوء المعاملة والعنف بجميع أشكالها الجسدية والجنسية والعاطفية والنفسية والسخرية من إعاقتهن في الفضاء الداخلي والخارجي، أي المنزل، الشارع، المدرسة، مكان الشغل إلى غير ذلك. كما تعاني النساء المعاقات أكثر من غيرهن من سوء المعاملة إذا كنا متزوجات، وغالبا ما يكون مصدر العنف متعدد الأطراف، بحيث يتعدى عنف الزوج ليشمل أيضا أفراد الأسرة بحكم الصورة النمطية عن المرأة المعاقة وكونها حتما ستنجب أطفال معاقين. يعني هذا الفكرة لعند المجتمع. رشيدة 30 سنة، فقدت عينها بسبب انفصال الشبكية، ولما علم أهل زوجها بذلك أرغموه على التخلص منها وأن يطلقها.
لم يكن الزوج رحيما بها، وخر هو كان كيعرف المشكل ديالها، ولكن اللي نتزوج بها وبدات العائله كتصير كتدور له فهذا اذا تغير بالكل. لم يكن الزوج رحيما بها، فصار يضايقها لتنفيذ رغبه اهله باقل خساره، ومع مرور الايام تضايقت من الحياه معه فطلبت الطلاق وتنازلت عن جميع حقوقها. تمتد سوء معاملة النساء المعاقات للتحرش والاغتصاب، مما يعرضهن للإصابة بالأمراض الجنسية والعمل غير المرغوب فيه واللجوء إلى عملية الإجهاض التي تتم في سيريا وصمت وعن طريق الشعوذة. سعاد 25 سنة معاقة ذهنيا، عائلتها لم تستطع الاعتناء بها، حملت بعد تعرضها للاغتصاب ووجدت يوما في الشارع وهي تحاول الولادة بمفردها، فأخذوها المارة إلى المستشفى. بعد الولادة أخذ منها ابنها الذي أسر إلى ملجأ، وكلما استردت بعد وعيها تذهب إلى المستشفى لتطلب منهم إعادة ابنها لها. الانعكاس على التصور الذاتي. واحد المرة في واحد الورشة درنا في الجمعية ديالنا درنا الجندر والإعاقة، لقينا واحد السؤال على المجموعة اللي حضرت هذه الورشة. إذا طرحنا على مجموعة من الأشخاص المعاقين من الجنسين ممن يتراوح عمرهم من بين 25 و 45 سنة السؤال التالي: الآن وأنت في هذا السن كيف تتصورين أنك غادي تكون حياتك لو لم تكن معاقا؟ وقد أتت إجابة النساء والرجال معبرة عن التمثيلات المبنية على النوع الاجتماعي. فمثلا النساء الجواب ديالهم: لتمت دراستي، لا كنت لتزوجت مع من اختاره وهو رفضني لإعاقتي، لما كنت تحت وصاية العائلة والجمعيات، لكنت فرضت وجودي على عائلة خطيبي التي رفضتني لإعاقتي، لما تعرضت للتمييز من طرف الأسرة والمجتمع، لما تخليت عن أحلامي التي كنت أحلم بها، لشاركت عائلتي في المناسبات والأفراح، لحصلت على عمل. أما الرجال فالجواب ديالهم: لتمكنت من متابعة دراسة الطب، لعشت مراهقتي بشكل طبيعي، لعبت مع الأسوياء، لمارست أفضل هوايتي الرياضة، لزولت بعض الرياضات، درست في مدرسة عادية، لاستطعت صعود السلالم وتسلق الجبال، لكنت أشتغل بالشكل الذي يستهويني. إذا نتيجة هذا البحث وهذا الجواب هو حسب العينة المستوجبة، يبدو أن ردود فعل النساء مرتبط أكثر بالتهميش والتمييز من قبل الأسرة والمجتمع، مما يجعلهن في وضع يذهب بهن إلى حد افتقاد الثقة بالنفس لمواجهة محيطهن. أما الرجال فيعتبرون في الغالب أن الإعاقة حرمتهم فقط من عيش حياتهم مثل الأسوياء، تمدرس في مؤسسة عادية، استكمال الدراسة، ممارسة الألعاب الرياضية إلى آخره. إن النساء المعاقات كثيرا ما يستدخلن وضع التهميش الاجتماعي الذي يفرضه عليهن المجتمع، وتعيد إنتاجه قنوات التنشئة كالإعلام والمضامين المدرسية، حيث لا تظهر المرأة المعاقة في أدوار عادية كالعاملة
وكأم وكمواطنة. ومن نتائج ذلك ضعف تعبيرهن عن حاجياتهن وهزالة مشاركتهن بشكل مباشر في الحركات المطلبية من أجل تفعيل حقوقهن. من جهة أخرى يلاحظ ضعف اهتمام الجمعيات العاملة في مجال المرأة بل وحتى تلك العاملة في مجال حقوق الشخص المعاق. سأتم بهذا الفكرة. ففي الوقت الذي كثر فيه الحديث عن حقوق الإنسان فإنه من الواجب العمل على تأهيل الفتيات والنساء المعاقات التي اختلافهن الجسدي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مؤشر لإقصائهن. الحق في التعليم، الحق في الشغل، الحق في الحياة الاجتماعية العادية، كلها ضمانات ليس فقط من أجل الاندماج ولكن أساس لتحقيق المواطنة الكاملة. وشكرا. أشكر الدكتورة فاطمة نورين المهدي على هذه المداخلة الجميلة جدا في الحق، لأنها تنتظر على العربية دي. لا أبدا، فتحت العكس، فتحت علينا على جوانب بالفعل كنا نجهلها، وربما أنارت لنا الطريق للعمل في بعض النقاط المستعجلة ربما، لأن مقاربة النوع في هذه الحالة تكشف على أن هناك فعلا حيفا في مزدوجا في حق فتيات أكثر من الفتيان، وإن كانت الفئة ككل مهمشة. هذه هي نقطة الانطلاق، ولا زالت الحاجة كبيرة إلى الحقوق في هذا المجال. إلا أن الفتيات بما أن حتى أسرهن حتى الأسر تهمشهن، فمعنى ذلك أنه بالفعل ينبغي البدء بالتوعية أولا. الآن مباشرة نمر إلى دكتور آخر مقتدر له علاقة مباشرة أيضا بالمجتمع المدني، فلا شك أنه سيزيدنا اطلاعا على ما يجري في هذه القضية. ولست أدري هل المدخلة منصبة على النساء بشكل خاص على النساء. إذن تفضل دكتور، مشكورا كالعادة، لا شك أننا لن نمل الاستماع إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع أساتذة وطلبة طالبات، كذلك الأطر التربوية وضيوف وضيفات هذا اللقاء، كذلك الجمعيات الحاضرة بما فيها جمعية الشقائق، كذلك تحياتي لجمعية الفتح بمركزها مركز الفتح للصم. إذن تحياتي لكم، تحياتي للطبيبة الحاضرة معنا وكل من تحمل على الحضور معنا في هذه الأمسية. إذن مداخلتي تتعلق بالمرأة والإعاقة الذهنية. هذا الموضوع في الحقيقة هو موضوع قديم، حينما طرحته لي الأستاذة الهوي ذكرني بسنوات يعني قديمة أن أطروحتي هي في التأخر الذهني، والتي سبقت التحاقي بمستشفى ابن اسماعيل، كان المجال الاول الذي استعمل كبسيكولوج بسيكوثيرابيوت الهوبيتال ابن اسماعيل سيفيل الى غايه سنه 2011. يعني هذا هو الموضوع الذي سبق التحاقي الى المستشفى قبل ان التحق الى الجامعه. اذا حين تحدثت يعني على المراه والاعاقه الذهنيه، في الحقيقه الموضوع هو أكبر من الإعاقة الذهنية، لأن يمكن أن نتداول الإعاقة بصفة عامة. المرأة ومعاناتها مع الإعاقة، سواء الأم في وضعية إعاقة أو الأم
متكفلة بدوي الإعاقة. نعرف بأن المعاناة مزدوجة، سواء أن تكون المرأة هي التي تعاني من إعاقة معينة أو أن تكون أما لحامل إعاقة معينة كذلك. سبيل المثال مثلا عند المكفوفات، فمثلا هنا الجانب الإكلينيكي شيء ولكن الجانب السيكولوجي شيء آخر. من الجانب الإكلينيكي أن تحدث مثلا عن وضع مطل، تحدث على الإعاقة الحركية، فما عندناش خصائص إكلينيكية تميز الرجال عن النساء، ولكن الجانب السيكولوجي هو الذي يوضع الفارق. بالنسبة للمكفوفين فهي وضعية يعني تؤزم الرجال والنساء، لكن تعرفون أن في المكفوف غالبا ما يسمى الميموار سيميوتيك كتشتغل عنده هو بزاف بميموار إكواتيك، يعني الذاكرة الصدوية، الذاكرة الصدوية ثم يعني البيرسيبسيون اترافير يعني الإحساس كيديفلوب بشكل قوي. والمرأة اللي كتكون يعني مكفوفة كيكون عندها ديفلوبمون في هذه الذاكرة اللي هي الصدوية، فغالبا احنا ما كنراعيوش بزاف الأشياء اللي كيكونوا جوج كيتكلموا الأنفاس والنبرات ديال الصوت، فهي تحس بأن الأشخاص اللي معاها راه كيهضروا عليها، ولا أنهم يعني واحد الشكلة يعني اللي كتبين بأنهم يعني يتجنبونها. وهذا علاش راه كنلقاو واحد العدد كبير ديال الوفات عندهم إحساس دائما بلا نيجليجونس، كيكون عندهم يعني تخي ديفلوبي. إلا مشينا غير السامعين عاوتاني كذلك الذاكرة التصويرية كتولي عندهم أقوى، لأن ما عندهمش الذاكرة الصدوية. غياب الذاكرة الصدوية كتظن أن الذاكرة اللي هي التصويرية وهي اللي يعني ما يسمى الذاكرة الدلالات تزول بالذاكرة التصويرية أكثر. فالقدرة على الفهم يعني الانطباعات كلها من خلال المشاهد المرئية الذاكرة التصويرية يعني غير السامعين كتكون عندهم الذاكرة التصويرية يعني غير ديفلوبي، والشيء اللي كيجعل انهم حتى المشاهد يعني البينية كيقدروا يحسوها ويحسوا بالجانب الوجداني ويحسوا بمصداقية الكلام، هل الشخص كيتكلم يعني منافق او انه يتكلم يعني بالقلب. فوالا، وهنا غادي تلقاو واحد العدد كبير ديال النساء اللي هما كان عندهم الإعاقة السمعية اللي عطاتهم يعني وضعية الصمم، أنهم كيعانيو دائما كيعاودوا على أنه نحن مهمشات يعني كائنات أكثر من يعني وضعهم كنساء يكرس هذا الوضع ديال التهميش. إذا قلت أنا كان ممكن أننا نتبحر أكثر يعني في إعاقات كثيرة، ولكن أنا غادي نصب يعني المداخلة ديالي في الإعاقة الدينية، سواء يعني المرأة اللي هي يعني عندها إعاقة دينية أو المرأة كما قلنا اليوم اللي هي طفل ذو إعاقة، ما كنبغيش نقول معاق لأن كلمة معاق هي صفة تحت دابا سميتو يعني الجمعية الأمريكية للطب النفسي اللي خرجت الدليل الخامس كلها كتهانديكاب، ما كاينش حرج من المصطلح هانديكاب، لأن هانديكاب كل عنده واحد الوضع آخر يعني تقني، ولكن كنقولوا معاق شيء آخر لأن هذه صفة اجتماعية، كنقولوا يعني داوي إعاقة أفضل من نقول معاق. إذا الإعاقة الدينية ما قدرنا نعرفوها بهذه الشكلات يعني الآن بالتصنيفات والدقة إلا مؤخرا، نتعرفوا أن سابقا كان هناك خلط ما بين المعاقين دينيا وما بين يعني المرضى، ويعني
الحمق اللي كان قديم الا قريتو استوار دو لا فولي انا شماتيك ديال ميشيل فوكو ما كاينش واحد الصنيف كاع اللي ما قادرش يندمج مع المجتمع سواء كان عنده هانديكاب مونتال او كيعاني من سكيزوفرينيا او هذا هو كاش التصنيفات متشكله فكانوا كيتعرضوا للعزل او الحرق او الابعاد ف كيذكر ميشيل فوكو بانه يعني منفى يعني بعيد عن المدينه او كان كيتجمعوا في واحد القوارب وكيتركهم يعني النهر فين ما حطوا او كان يتم حرقهم لان بمقتضى فرغان يعني سبيتو من الكنيسه باعتبار ان لعنه الشيطان قد اصابته وبالتالي يجب حرق هذا الشخص. وتعرفوا ان اطفال وكان ان العائله اللي كترفض انها تلتزم فحتى هي كتعرض للعقوبه باعتبار انها تعارض الامر الالهي فكان يعني هذا امر الهي فيجب ان يتصرف. يعني الفضل اللي غادي يجي شويه ديال الكلاسيفيكاسيون كان الاول اسكيرون كان كذلك فيليب بينال. اسكيرون اللي غادي يميز لنا ما بين شي حاجه سميتها اغيناسيون مونتان وما بين ليطا دو ديمونس انا كنخلط كذلك ما بين هاد جوج ديال الحالات. فهو كان بان هاد الديمونس هي حاله ديال شخص كان ثريا فاصبح مفلسا. هي الحالات مثلا ديال بحال الزهايمر والحالات ديال ديمونس اون جينيرال اللي كيكون شخص كيبدا اضطرابات الذاكره اضطرابات ديال بالنسبه للفونكسيون اكزيكوتيف ديال نيفو ديال لوب فرونتال واحد العدد كبير ديال الاضطرابات اللي كتمس يعني الذاكره. فبقى هاد الاشخاص كانوا اثرياء فاصبحوا مفلسين. اما لاغيراسيون مونتال حسب اللفظ الفرنسي انذاك فلاغيراسيون مونتال هو شخص ولد مفلسا اصلا ما عندوش قدرات. كان فيليب بينال غادي يدخل وغادي لاول مره دوك المنافي وغادي يقول بان هاد الناس راه يمكن علاجهم وغادي يطري. لكن للاسف هو ان الترياج اللي دار او الكلاسيفيكاسيون مكنات فقط الناس اللي عندهم اضطرابات نفسيه بانهم يتعالجوا ولكن الاعاقات الذهنيه تركت لنا عرضه بهذا الشخص. هاد الاشخاص ما عندنا ما نديروا لهم وهادو راه هكا خلقوا وهذا ماشي مرض وانما اعاقه. ما انا نهضروا على تكفل الاعاقات الا في اواخر 19 في البدايه ديال القرن العشرين. التصنيفات اللي كانت كتحاول تصنف يعني الاعاقه الدينيه كانت حتى المصطلحات شويه كانت فيها ستيغماتيزاسيون. يعني كنلقاو كاين المأفونين والمعتوهين والملاحاة الديبيل الزامبيسيل والزيديون الديبيل والفئة عندهم كورسون انتليكسيوال شيء ما خفيفة المويان كيسموه الزامبيسيل والزيديون هما الناس اللي عندهم يعني كورسون انتليكسيوال هاب. هذا هو اللي غادي يعطي يشهد واحد المجموعة العلماء انه غادي يغيروا التصنيف غنقول هذا التصنيف فيه شيء ما من الوصم وكيمس كرامة هاد الأشخاص. وغادي يجينا المصطلحات اللي غادي تبرز في بداية القرن العشرين هي ديبيليتي مونتال ليجي مويان أيغو اي بروفوند. لكن أبخي غادي تبنى سواء يعني منظمات الصحة العالمية ولا كذلك الجمعية الأمريكية للطب النفسي مصطلح غوطا مونتال اللي غادي يبقى تقريبا إلى غاية 2013 هذا غادي تسحب المصطلح ديال الغوطا مونتال وغادي تعوض كذلك بالانديكاب مونتال. دابا الان غتمشي ل دي اس ام 5 ديغنوستيك اند ستاتيكو في المونتال ديزوردر في المراجع الخامسه ديالو فكيدير على انديكاب انتلكتويال انديكاب انتلكتويال. ولا كيقول انا عطاو مبرر بان الاعاقه مصطلح تقني مابقاش انني كنقولو غوطا سابودير انه تا نقص راه عندو اعاقه ومابقاش كيحسبوا بمسبب لو كوسون انتلكتويال. لان 2013 الان مابقاش يعني لو كوسون انتلكتويال واش قيمه 90 ولا فوق 80 ولا هذا ولات عندنا القدرات التشخيص المعرفي للقدرات. كنقولوا بان هانديكاب انتلكتويال ليجي الاشخاص كيقدروا يدخلوا للمدرسه وكيقدروا يكتسبوا لكن
اكتسابه للمعلومات وللكتابة وللغة وللحساب هي دون أقرانهم. يعني بالتالي يكون يعني واحد تفاوت بينهم وبين الأقران ديالهم، وكيبان يعني الإعاقة كتبقى تبان أكثر فاش كيوصلوا للمستويات ديال فاش كيكون بسم الله ديفورمال الرياضيات والمسائل ديال الأبستراكسيون عاد كتعقد، بينما عندهم قدرة أن يتعلموا بعض المبادئ الأولية التقنية كذلك. الهانديكاب يعني أو الإعاقة الذهنية المتوسطة هم أشخاص كذلك عندهم قدرة على الاكتساب، لكن استعمالاتهم اللغة هي ضعيفة جدا برابو عن الفئة الأولى، والاستعمالات ما يسمى الانتليجنس سوسيال ما زال كاين إمكانية بسيطة، لكن ما هو تقنيك يكون يعني فيش أمبو يعني في استعفاف الجانب. القدرة في يعني في مرحلة الثانوي على الاندماج كتكون ضعيفة جدا، مرحلة الثانوي وفوق الثانوي. القدرة على العمل والتعلم بعض التقنيات البسيطة ممكنة. ثم كيجي الهانديكاب انتلكتوال ايغو او الصارم او يعني الحاد الصارم اللي كيكون يعني غالبا القدرات يعني على الاكتساب ضعيفة جدا، والشخص ما كيقدرش يبقى انه يكون مع الاقران ديالو في وسط المدرسة. اخرون رغم انه اكتسابهم ضعيف لكن خص واحد شوية الملاحظة عاد كيبان لنا بان راه ناقصين، والاستاذة واحد المدة عاد كتكتشف بان داك الولد راه فعلا عنده نقص، بينما في هاد الاعاقة الذهنية الصارمة فكل شيء كيقدر يميز بان الطفل ما قادرش يمسك القلم، ما قادرش يستعمل اللغة بشكل مبكر، ما قادرش يدير بزاف ديال. ثم الإعاقة الذهنية العميقة بروفوند وهي اللي كيكون تقريبا في إعاقات شاملة، وحتى يعني المصاحبة حتى الإعاقات اللي هي حركية في الأول، تعرفوا بأن الجهاز العصبي مسؤول عن الحركة، مسؤول عن الوقوف في التعلم، الوقوف تعلم يعني الجلوس كيبقى جد متأخر، تعلم يعني المسائل ديال الليجيان حتى هو كيبقى جد متأخر، لي طواليت اكسيترا يعني كيبقى متأخر جدا. القدرة على التكيف في وضعية عمل ضعيفة جدا يعني في المرحلة يعني الكبار. العوامل المسببة يعني هي متعددة، أحدها اللي هي الوراثة، تقولنا يعني الجانب الجينيتيك يلعب واحد الدور كبير في الإعاقة الذهنية. ثم كاين العوامل اللي هي اللي بغينا نقولوا نورو بيولوجيا ماشي وراثية، ولكن نوعا بيولوجيا بعض تصميمات في الدماغ، بعض يعني الأثار اللي ممكن أن تحدث على صعيد يعني البيولوجي عند الجنين في البطن ديال الأم ديالو اللي ممكن تحدث لنا حالة إعاقة، أو الحالات المرتبطة بالولادة، تعرفوا أن عسر الولادة كذلك يتسبب يعني في إعاقة ذهنية. الطفل يعني محتاج أنه مجرد الخروج ديالو أنه يدوز الأكسجين للدماغ، أي تأخر ولو يعني بواحد دقيقة جدا فكيعطينا نسبة ديال كاين كيحسب النسبة ديال الهانديكاب مورتال بالنسبة لنوع التأخر في ولوج الأكسجين للدماغ. كذلك الحالة ديال الغيزيس بليس كتلعب دور كبير، تعرفوا بأن كيكون الأب غيزيس بليس والأم غيزيس موان، فالأم ديجا ما كتقدرش عندها ما عندهاش ليكتور ديال باش تقرا الغيزيس بليس، فكيأثر فيها باش كيكون عندها يعني كيكون أحيانا توعية صحية، فالأشخاص كيحتاجوا للطبيب وكيقدروا يولدوا يعني ماشي بالضرورة أنهم راه يكون راجل غيزيس بليس ولا فام يعني غيزيس موان، خصوصا فقط انهم يستشروا مع الجينيكولوج اللي كيتبع هذا، فالامور كدوز مزيان كاين واحد الحقنه كتبدا. ثم الابيرال اللي كتصاب به سميتو المراه كذلك يؤثر على الجنين اللي كيجعل انه تكون هناك اعاقه. ثم كاينه لاليمونتاسيون، تعرفون بانه واحد العدد كبير ديال الفئات كيكون البيرسيون تريبسيون ديالهم كيقدر يهبط من الهانديكاب مونتال ليجي، فلقى بان الاشخاص اللي ما كيستعدوش يعني بشكل مبكر واحد النوع ديال التغذيه المتوازنه وما كاينش الملاح، تعرفوا بان الملح او الملاح المعدني عندها علاقه كبيره
يعني بالذكاء المعرض. ثم الجانب الاخير هو العوامل اللي هي كنسميها سيكوتكوينيه، كان كيسميها غطاء مونطال افكتيف، ولكن الان اللي كنهضروا بانه راه غطاء مونطال يعني هانديكاب مونطال، ولكن هو يعني سيكولوجي المنشا. فحاله لا نيجليجونس ايغو بريكوس كتقدر تاثر على الطفل، وغادي الدراسه هذه لقيناها اغلبيه شفتوا يعني الاطفال المتخلى عنهم النسبه ديال يعني الاعاقه الذهنيه عندهم مرتفعه، وان الطفل يعني هو يقول البلاسيطا ديجا كيكون كاينه لا نيجليجونس، فان الام حينما تفرح راه الفرحه كلها فيزيولوجيا، وان الابن ديال الطفل ديالها كيتاثر بالفرحه ديالها في البطن ديالها. الام تعيسه بانها يعني حامله وما قبلاش الوضعيه نهائيا ديال انها حامله، فالتفاعل هنا الفيزيولوجي اللي كاين كله في واحد احنا كنسميه هنا التروماتيزم بسيشيك دو تيب 3، حيت عندنا لو تروماتيزم بسيشيك تيب 1 دو تيب 2 دو تيب 3. دو تيب 1 كنعرفوا في الكوارث الطبيعيه الاشياء الزلازل او شي اختطاف او اغتصاب، شي حاجه اللي كتكون مثلا كونفرونتاسيون غيال افيك لا مور. لو تروماتيزم بسيشيك دو تيب 2 هو اللي كيكون شي حاجه اللي هي دائمه وقاسيه، لي فام سورفيفونت على فيونس كنهضروا على تروماتيزم دو تيب 2. لو تروماتيزم بسيشيك دو تيب 3 هو ان الشخص معرض للصدمه اللي ما عرفهاش، ماشي بحال كبير عارف شنو هو كنفكر شنو وقعت احداث تفاعل معها شنو هو ما يقدرش يعبر لك عليها، او في لحظه الولاده هذاك الام احيانا كيكون عندها يعني ديبريسيون بوست بارتوم، واحيانا العائله ما كتعرفش فهي كدير لو ديني ديال الطفل ديالها كترفضو، فالطفل كيشوف انه كاين واحد نيجليجونس بريكوس ايغو اللي كتاثر على الكوسون تريكسيون، لان الكوسون تريكسيون كيتاثر بالاول بالذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي لا باز ديال اي ذكاءات اخرى اللي ممكن انها تاتي. فالطفل يعني هنا في لا نيجليجونس كاين تاثير كبير. اذا ما نطيلش يعني في العوامل شنو هما الاعاقات الذهنيه اللي معروفه بالنسبه لي فورم من كلينيك. عندنا الحاله ديال التريزومي فانتي اللي كتعرفوها اللي فيها فئتين، كاين فئه اللي كتوقع في الهانديكاب مونطال معين، وفئه اللي كتعني واخا هما نفس الكاتيجوري كلينيك، ولكن كاين في التصنيف فيهم فئتين، كاين فئه اللي كتكون في الاعاقه الذهنيه المتوسطه، وكاين فئه اللي كتكون في الاعاقه يعني الصارمه او الحاده. ما كيوصلوا من النادر ان نجد في لا الاعاقه الذهنيه العميقه عند التريزومي فانتيا، اما في الصليب ولكن فئه كبيره كتكون في المويان. ثم عندنا الحالات ديال الميكروسيفالي، كتلقى يعني بنيته او وليد كيسته ديالو كبيره والراس صغير، اسمها الميكروسيفالي، او الحاله ديال ماكروسيفالي الراس كبير كيسته صغيره. الحاله ديال الهيدروسيفالي استسقاء دماغي، كتسمى حالة استسقاء دماغي، وهنا الطفل كيبان لك يعني راس غليظ ولكن كله رخيص لما كله عامر بالليكيد. أما هاد الحالة ديال الإعاقة الذهنية مكتعيش يعني بزاف. ثم عندنا الحالة ديال الفينونكتور اللي كيكون النسبة ديال الفينونكتور كيدوز في الدم بزاف، وهاد الأشخاص الغريب فيهم أنهم كيبانوا في الأول عاديين، ولكن أبخي كيديروا واحد لا ريغريسيون قوية، لأن يعني حتى يعني الوقوف لا مارش يعني بزاف هذو كتبان في الاخر حتى في الدين، رغم ان الاعاقه ديالي ولكن كت يعني بحال اللي تسمى ديسفونكسيون كوغنيتيف جلوبال شامل. اذا هادو لي فورم كلينيك واخا كذلك هما متعددين ما بغيتش نكثر فيهم. كيبقى الان يعني ان ملي كنهضرو على الاعاقه الذهنيه فالمعاناه ترى هنا راه رجل ومراه، لكن الوضع الاجتماعي والعقلية وكذلك نوع الثقافة هو اللي كيجعل أن المرأة تعاني أكثر من الرجل في هذه المسألة هذه. فين كنوجدوها؟ أولا والمسألة قالت الطبيبة مشكورة في الاهتمام أولا بالصحي، فأحيانا المرأة كيكون عندها ولد لأنه يحمل الاسم فتجري به،
كتمشي وبقى هذا مالو علاش شفتو ما كيفهمش خصني نهضر خصني نقلب عليه. احيانا بالنسبه لبنت يعني تستسلم يعني بالقوه، كنلقاو هذه بزاف يعني في البوادي في بعض المناطق اللي فيها التوعيه ضعيفه، كنلقاو ان لافام ما كتجريش على البنت حتى ما كتجري على الولد في الجري. ثم التندروس كنلقاو بان واحد العدد كبير ديال البنات يعني ذوات الاعاقه الدينيه ما تعرضوش على التندروس، ما تعرضوش على التربيه الخاصه، فهي مجرد ما انها ادتها للمدرسه وقالوا لها شوف هذه البنت راه عندها اعاقه وخصك تشوفي وكذا وكذا وتكونفيرمات بليزيور فوا، شنو كتقول كتشد بنتها وتحطها عندها في الدار. احنا يعني حرمان من التندروس، التندروس اللي كنقصد به فقط المدرسه العاديه، كنقصد به حتى المراكز اللي ممكن انها يعني تستقلم هاد الوليدات وانها دير معاهم يعني تندروس يليق ب يعني الفئه ديالهم. رغم اننا الان كنهضرو على ما يسمى الاقسام يعني ديال المجال، لان حتى انك تدير مراكز خاصه للمعاقين ديالي فهذا كاين اكسكلوزيون لهاد الفئه، فانا كاين الان يعني واحد البرامج اللي بدات في اوروبا سنين وهي ديال الاقسام المدمجه، وان يعني كتحط يعني التلاميذ اللي دو هاد الحاله هادي داخل مدرسه عاديه. الفئه يعني فيها نوعين، النوع الاول هو انه كيكونوا اقسام خاصه داخل القسم المدرسه العاديه، لكن الفئه الثانيه هو ان لانتيغراسيون ديريكت، الطفل خصو يدوز ديريكتومون القسم ادماج مباشر، ما يدارلوش قسم خاص بالاطفال يعني ذوي الاعاقه الذهنيه، وانما ان الطفل خصو يتعرض للبروغرام وان البروغرام هو اللي خصو يتادابط مع ذاك. الجانب الثاني هو التعرض والبرعام الاستغلال الجنسي باعتبارها يعني عندها اعاقه ذهنيه. فهاد البنت يعني بحيث كنقولوا راه ما كتعرفش، ف كما يقولوا ديك الحيط القصير، فغالبا المقربين غتلقاو بان يعني الشكاوى اللي تدارت بخصوص ليكسبلواتاسيون سيكسيوال لهاد الفئه كلهم كانوا الناس اللي قراب، ماشي اللي قراوش، انما الناس اللي عوصية على هاد اللي عارفين ما غيوصلش الهضره وما غيعرفش يوصل الهضره، فكانوا يعني استغلال ديالهم يعني بشكل يعني كبير. ثم الخوف من هذه المسؤوليه ديال ليكسبلواتاسيون سيكسيوال كتعطيهم عاوتاني كذلك عنف اخر، سواء ان يعني الاسره عوض ما انها تحمي يعني بنتها لانها ولات يعني كتستغل الجنسيه بزاف، كيضطروا انهم يمشيو يزولوا لها الرحم ديالها. الحمد لله كنظنش هذا اللي عندنا في المغرب، ولكن البلد بلا ما نقول الاسماء بلدان عربيه للاسف يعني فيها ازاله الرحم، للاسف ان ازاله الرحم علاش باش يتهنى من جهه تاع المال باش ما تحملش. بحال اللي عندنا يعني في خوف من المراه كاين ختان ديال فوالا في بعض، فكاين هنا ذاك ثقافي، ولكن هذا داخل يعني شيء اللي هو مرتبط يعني بالمخاوف ديال بعض الاسر، فهما كيضطروا انهم يديروا ازاله يعني الرحم باش انهم يتهنوا. ثانيا هو التهميج داخل المنزل، تعرفوا ان واحد العدد كبير ديال البنات اللي في يعني في وضعيات اعاقه ذهنيه مساكن، فاش كيبداو يحكيو للبسي ولا كيحكيو للميديكاتريس اللي معاهم كتقول لك يعني ملي كيجيو الخطه كيجريو عليا، بحيث اللي غيخطب اختي الا شافني ما غيخطبهاش، خصو يجريو عليها ما خصهاش تبان باش ما يقولوش، باش كيقول راه عندهم اختها بهله، تعرف بان حنا لو تيرم اللي كنستخدمو، فكتحس وهي هما شنو دايرين بالهم. هذا هو ان يعني الشخص يعني اللي في وضعيات اعاقه ذهنيه ما كيفهمش، ماشي ما كيفهمش، شخص عنده قدرات عقليه تقنيه دون الاخرين، بينما ما كاينش وضعيه زيرو ذكاء، ما كايناش. فهذا الشخص عنده ذكاء، اما ذكاء بطيء او ذكاء يعني تجريدي منعدم، ولكن ذكاء مثلا يعني
العلائقي جد قوي، الذكاء الوجداني جد قوي. أحيانا شوفوا اللي شوف الانتليجنس ايموشنال كيفاش داير، الاحساس ديالهم بالاخرين والذاكره ديالهم في الجانب اللي مرتبطه بالوجدان كيفاش كتديفلوبا عليه بزاف. لكن في بعض القدرات الخاصه التقنيه فاشخاص كيكونوا عندهم هذا. ثانيا نيفو ديال لا ميتافور ولا براكسيس ديال اللغه، فهما كيكونوا عندهم اللغه البدائيه ديال التواصل الهادي المحدود، ما عندهمش معامل الفراغات ولا احنا اللغه ديالنا كلها ميتافور. علاش ندخلنا للسامبوليزم وكذا؟ احد الاطفال كيستعملوا اللغه وكيفهموا لغه الاخر ولكن ما كيفهموش الميتافور، وبالتالي فهاد اللي كيقول لنا سي صافي غير سيري ما تجيش دابا ما تدوز الى جيتي للدار، هي عارفه ملي كتجي كتقولها للبسيكولوج كيبان لك انها فعلا عارفه. لكن ممكن انا هذه ثالث مره كيجريو عليا وكيقولوا لي والله ودخلي للدار حتى نديرو كونديرو كونديرو. علاش؟ لان جاي الخطاب غادي يخطبو اختها ما خصوش يعني العائله ديالها ما خصوش. ثانيا تحليلها للمشاق ديال البيت بحيث ما كتعرفش اجي انت اللي ديري هادي اجي انت اللي حيت كيقولوا الاخرين او فماما ما بقيتش ما فياش دوز انت. علاش؟ لان كيقولوا هذيك ما كتعرفش ما كتشكيش. وهذا هو السبب في العام في الكوفي وغتلقاو بانه واحد العدد كبير ديال النتات اللي هما عندهم اعاقات يعني دينيه يعني تعرضوا يعني لابريسيون اكثر باعتبارهم يعني ما كيعرفوش ما كيفهموش وكذا، وكان وكيعانيو من ان المشاق ديال الدار كلها كتاح عليهم، في حين ان الاخرين ما يعني ولفوها. واحيانا ملي كيكون شي اخ واحد الاخ كنقول لما حشومه يعني اختي دير هادي، كتقول لها هي عمرها تقول لها هي غابه لها. شوف يعني ان بحال اللي جربنا عمر واحد الاحساس بان يعني لي طرافو فورسي راه ممكن دير بهم وما كاينش بحال هكا. اذا كنشوفوا بان حجم ديال المعاناه هنا كثيره جدا ولا تحصى. وكذلك حينما تكون هذه الام، ما باش نطيح عليكم وننتقل ديريكتومون للام، الام اللي كترعى هذا الطفل معاق سواء كان الطفل معاق، اول شيء هو ان الحلم ديال الرعايه تتاح عليها كامل. ما تشوفوش الجمعيات الا ما رحم ربك، بحيث دائما ما كنديروش التعميم، ولكن غادي تشوفوا في الجمعيات في لي سونتر في كلشي الامهات شري الحضور حتى الاهتمام، وهي والاب ما مسوقش كيقول لها عاوني بحرك ها الثاني العنف الثاني اللي كتعرض له الام راعيه الطفل في وضعيه اعاقه، هي ان الراجل كيهمش الام باعتبارها هي اللي كتولد له المعاقين. كيحمل المسؤوليه ديال ان انت اللي كتولدي ليا اطفال في هذه الوضعيه، وبالتالي انا مليت منك ومليت من الدار. شوف لنا يعني حتى داك لي كونيسونس دو باز يعني يعني هذا يمشي يسول غير اطباء وما يقدرش، يعني بحال داك اللي كيقول لمرته انت كتولدي ليا البنات، حين انا الراجل هو المسؤول. فوالا فهنا تحليلها هذه المسؤوليه وكتحس بالمره بانها كتحمل واحد العبء كثير عليها. اذا من هذا الجانب فانا كنشكر على الاسوسياسيون على اللي تاحوا الفرصه من اجل شيئين. اولا اننا ندقوا يعني بجديه باب الاهتمام بالاعاقات بصفه عامه سواء الرجال ولا الاناث، من هذا الجانب يعني هذه الفئات ديال الاعاقات خاص اهتمام. الحمد لله المغرب قطع اشواط كبيره ولكن مازال الطريق قدام بزاف ونيفو ديال البرامج، لان تعرفوا ما بغيتش ندخل لكم في شنو البرامج ديال التربيه الخاصه اللي كاينه دابا كنهضروا ما يسمى ليديكاسيون كوغنيتيف لي بروغرام يعني سوا لا بي ار بادوفان تشوتش واحد العدد كبير ديال لي بروغرام اللي كيتعملوا، وهذاك شيء اخر. لكن احنا اللي كيهمنا هو الاهتمام، وان الاعاقه سواء كانت ذهنيه او اعاقات اخرى خصها تولي من صلب الاهتمام ديال المجتمع وتصبح مساله دستوريه. هذا الاول.
الجانب الثاني هو يعني لما نقولوا الفيولونس فوندي سور لو جون من هذه الزاويه هذه، فالمراه والانثى كتعاني في هذه الاعاقات اكثر ما يعاني في الرجل، في ظل اننا في ثقافه زعما جديده وحدث ان دابا احنا في ظل لا مودرنيتي، ومع ذلك مازال كاين التهميش وماشي غير دائما غير العالم القروي، احيانا في قلب المدينه وفي قلب اشخاص مثقفين احيانا للاسف، وكنلقاو ان الطفله في وضعيه اعاقه مهمشه اكثر من الطفل في هذه الوضعيه. تحياتي للجميع واستغفر الله. شكرا جزيلا دكتور هلالي على هذه المحاضره التي نظرتنا بالفعل لاشياء كثيره نجهلها في هذا الباب، ونتمنى ان تكون هذه البدايه فقط. اذن نعبر العميد في البدايه عن الرغبه في طرق الموضوع واعاده طرقه مرات على مستوى وطني وعلى مستوى دولي. نتمنى بالفعل ان نجد يد العون ونجد الإقبال على هذا الموضوع من طرف الباحثين والباحثات لعسانا نقدم شيئا لهذه الفئة بصفة خاصة في المجتمع التي يعني هو واجب ليس من باب الشفقة ولكن من باب الحق. كما قلت هي فئة تبتقي الكثير من الحقوق خصوصا إذا قارنا وضعنا مع الدول الأوروبية، فإذن هذا درب ينبغي أن نسير فيه، ويعني تأخر هو بمثابة حرمان لهذه الفئة أكثر فأكثر. إذن كلما بدأنا قبل كلما كان الوضع أفضل. بعد هاتين المحاضرتين ننتقل إلى جزء مهم أيضا من هذه الندوة، هو جزء الشهادات. نتعرف إذن على الظاهرة أكثر وعلى الاحتياجات أكثر وعلى الكيفية التي لأنها لن ينورنا أكثر من الأشخاص الذين يعيشون هذه الحالة ويعانون منها. إذن الفرصة لأصحاب هذه الشهادات، ونشكر الجمعية التي لبت الدعوة وحضرت مشكورة اليوم لهذه الكلية لتشاركنا تجربتها. شكرا لكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكلية الآداب اللي استضافتنا اليوم لهذا الندوة، شكرا بزاف. الاسم ديالي فتيحة بن بوكر. في الحقيقة أنا شوية مرتبكة، أنا فتاة صماء متزوجة، مازال ما عنديش الأبناء، ولكن كنشرف على تربية الأبناء ديال مركز الفتح وكنعتبرهم الابناء ديالي. في الحقيقه بغيت في الاول نعطيكم تعريف على السما. بغيت نعطيكم تعريف على الصمام من ناحية المقاربة الطبية اللي كتحصلوا في المعينات السمعية أو في زار القوقعة أو في التوريد، وكاين المقاربة الإحسانية اللي أنا في الحقيقة ما كنقبلهاش وما متفقاش عليها. المقاربة الثقافية هي أننا حنايا مجموعة أقلية، ممكن أقلية ديال الصوم عندنا لغة مختلفة، وأي واحد هنا يحضر معنا في القاعة ممكن يتحط في هذه وضعية إعاقة إلى مشى شي بلاد آخر وما تيعرفش اللغة باش يتواصل. أنا عارفكم شوية على الحياة ديالي. أنا من أسرة فقيرة، وكانوا باش يكتشفوا الإعاقة ديالي كان واحد المسار
طبي طويل باش يمشيو للطبيب ويديروا لي راديو ويديروا يديروا الميزان ديال السمع، وهذا كان صعيب عليهم الامكانيات من تقنوا كانوا شي خطره يخاصمهم يمشيو لمدن اخرى مثل الرباط ولا الدار البيضاء باش يستافدوا من باش يحصلوا على يديروا راديو ليا ولا يديروا ميزان السمع. في الاول في الحقيقه اكتشفت العائلة ديالي أنني فتاة صماء. كان المشكل أنني كنشوف الدراري اللي في السن ديالي كيمشيو للمدرسة وما كانش عندي هذيك الفرصة أنني نمشي للمدرسة. كنت كنمشي عند الوالدة ديالي كنقول لها بغيت حتى أنا نمشي للمدرسة، كتقول لي ما كايناش هنايا المدرسة. 1998 كان عندنا الحظ أن سيدة كريستين جات وسات هنايا المدرسة ديال الصوم. لقيت العلم ديالي، بقيت كنتواصل بلغة الإشارة، فرحت. الدار كنت كنحاول هذاك الشيء اللي قريت نمشي للدار وندير معاهم بلغة الإشارة باش نتعلموا باش يتواصلوا معايا، حيت ما كنتش كنتواصل معاهم في الدار، كان صعيب عليا التواصل في الدار. من بعد المسيرة ديالي الدراسية للقسم السادس توقفت هنايا الدراسة ديالي، كان خاصني نشوف شنو ندير من بعد. الحمد لله ديما فضل كيرجع للمركز انني استفدت من واحد التكوين، وكان عليا هي صعوبة اخرى كنطرح. مشيت للمدرسة ديال الحلقة مع الناس السامعين، كان التواصل بيني وبينهم صعيب، كان تحتاج مني هذا الشيء وقت طويل انني نتواصل معاهم. من بعد 3 ديال السنوات ديال التكوين حصلت على الدبلوم ديالي. كيتطرح مشكل اخر ديال العمل كنت كنمشي لصالونات الحلاقه باش كيعرفوني صماء، ما سهلش التواصل ديالي بيني وبينهم، كيعتذروا لي وكيقولوا لي صعيب اننا نتواصلوا معاهم. رجعت للمركز كمؤطره ديال الورشه ديال الحلاقه، كنتعلم الفتيات الصوم ديال المركز. من بعد ما تعرفت على الزوج ديالي غادي ندخل عاوتاني في مشكل اخر وعراقيل اخرى ديال الاداره. فاش مشينا للكاتب العدل ما كانش اللي يشرح لنا شنو اللي خاصنا نثنيو عليه، كان عندنا مشكل. من بعد السفاره فاش مشيت للسفاره باش نطلع الفيزا ديالي ما لقيتش الترجمان اللي غادي يمشي معايا، ولحسن الحظ ان رشيد فرح كعين هو اللي وقف معايا ومشيت ديتو معايا حتى للدار البيضاء باش يترجم لي. في الحقيقه الظروف ديال الصوم في المغرب صعيبه، ونظرة الدنيا والاستهزائيه في الشارع في الطوبيس ما كانتش سهله. مع ذلك انا كنقول انا محظوظه تحكي الفرصه ديال الدراسه والعمل بالمقارنه مع فتيات اخرين في دول اخرى في قرى اخرى اللي ما استفدوش من هاد الظروف بحال. شكرا على المشاركه ديال التجربه والمعاناه. تمت شهادة أخرى أم نمر للأستاذة؟ أستاذة عائشة شهون، أستاذة بكلية العلوم شعبة البيولوجيا. نعم، الدكتورة هي أم لابن من ذوي الإعاقة. السلام عليكم. كانت لا بروميير فوا اللي كنهضر على هذا المشكل دو تو لو موند. Alors, mon problème, je pense que ce n'est pas un problème, c'est-à-dire la etc. Je pense que c'est نضال من اجل توصيل ذاك المعاق لواحد الحاله اللي كتكون
يرضاه على راسو دونك يكون بيان دون سابور وتكون حتى حنايا تكونوا كنديروا داك العمل تجاه الولد ماشي شفقه مي افي كونفي دونك هذه هي لا بروميير ايتاب اللي خصو واحد يدوزها. Alors pour moi, j'ai le prêtre. C'est un sujet un peu émotionnel, donc c'est difficile. Donc, alors pour mon histoire, ça a débuté donc le hospital, la grossesse était normale, suivi, etc. Vu que je suis scientifique, j'étais arabe. كنت قاعده تما ساكنه في لاسيتي جيتي ايتيديون اللي حيت ولدي الوغ على كوشمو كان عندنا ان بروبليم بروبليم دو على نيسونس اي سوفرونس نيوناتال دونك في لي داك كان عندنا واحد لا سوفرونس دونك اي نا با ريسبيري كيف قلتي لك لا غابوتي ان تي بو دو مون هيستوار دونك سيتي اون ريسبيراسيون كي لا با اي ديو كابري 10 مينوت دونك عاد باش لا كانت لا ريسبيراسيون. Alors après, il a été transféré à l'hôpital d'enfants, à Avicenne, l'hôpital d'enfants de spécialité FEDA. Je suis à l'hôpital, donc je suis tous les deux, une parenthèse, de l'hôpital médical. C'est très décevant. Vous êtes le seul, mais il n'y a pas de l'hôpital. Ou il n'y a pas de السيد السيدات داتو لوبيتال دونفون اللي هنا لاصق داك لوبيتال دونفون مع لوبيتال مع لاماتيرنيتي ضربات لقيت انا مشاو لي ميدسان اوكين انفورماسيون تنتسنى حاضية بعيني ديك السيدة اللي داتو تبان عندي اللي جات لافينو قالت راه شدو في لوبيتال دونفون ما جاتش تقول لي فوالا راه ولدك اللي فوا اكخ اوسبيتاليزي في لاماتيرنيتي في سيرفيس ريانيماسيون تما لينا pour quel problème, chino kain, etc. Rien. D'accord? Voilà. Le moyen, je suis en souffrance. Donc, je suis la maternité à pied. Donc, là, je suis en train de service de la pédiatrie. Parce que la salle de réanimation, il n'y a pas de local pour les mamans. Mais elle est ici. كاين واحد الصال تما كاينة لي جات كطلق البونجا ديالها وتجبد ولا هذا المهم إن يا با دو بون كونديسيون باش تقابل الولد ولا شي حاجة إن يا غيها دونك هادي أونتخ بارونتيز بون دوزنا 15 جور ديك كان هو عندو ليبوتيرمي كطلع له شلا تومبيراتور ديك 37 دونك دايرين في لا كونفونس كيلاني دابا شنو اللي هو هادشي هو النيسونس ديال 87 دابا الى 32 دونك كنت غادي يجيو معايا مي عندنا سميتو هي ديال بروبليم بحال هنا كيجي ديجا شي اللي جاو بلي شيز ما قدروش يكملوا افيك لي شيز رولونت افيك سميتو ديال اللي هو راه كان الحمد لله تيتمشى دابا افيك اد مي ما كاينش لي كونديسيون عندنا في لافاك في ليزونيفرسيتي ما كاينش لا لوجيات ولا اسونسيون ولا اكسيتيرا دونك ولكن باش طلعي لهاد لاسال انا جيبي قبيله جا السيد مع جيب واحد نيتا بان شيز رولون بقا تيدورني يدخل المدام الدكتورة حتى هي ما بقاش فين طلع دونك هذا سي با بروبليم تاع هو ديجا حنايا اللي متقفين في واحد الجامعات اكسيتيرا ما كنخلطوش الفضاءات لي كونديسيون باش هذاك الهونديكاب يطلع ويكون بكرامته عنده طريق وما يحتاج حتى واحد يجي يهزو ما يحتاج حتى واحد يجي يقول لي انا درت لك هاد الحاجه داكور دونك هادي ما عندناش المهم après 15 jours d'hospitalisation, même là, ça fait l'enfant il est bien, chino. On douze là le soir, on a fait 15 jours. Après 3 mois, mais je dis que ça va aller avec le soir, je dis que ça dit le gelé à l'enfant. Alors je suis les étapes que tu prends, je n'en sais pas l'autre, je n'en sais pas l'autre, etc. Donc, je suis dit que les soins d'aider chez Hedge, je me dis مشيت للوبيتال رجعت لذاك الطبيب اللي كان متبعو اللي كان اللي عندهم لو دوسي اكسيتيرا قلت له شنو كاين ما كيجلسش شي بلاصه دي بلاص با حطيتي على ظهره ما تيتقلبش حطيتي على كاسو كيتخناق اكسيتيرا دونك اي نو بوج با
وكيبقى بحال حطيتي شي حاجه كتبقى بلاصتها الو كونفون يوجد دور تيتقلب زيتا. مشيت قلتها له قال لي اون فافير ان سكانير. مشينا درنا لو سكان خرجت النتيجه. انا ديك الساعه كنت مازال ايتيديونت كندير لا تيز ديال اللي تما كاين في الرباط. جبت الريزولطا ديتها له قرا داك كان انشر سيرفيس لوبيتال البيدياتري دي زونفون اللي في الرباط شنو خسر عليا. قال لك الله يعوضك هذا الولد سيتو. كنت انا كنشوف سيتي زعما تسونامي نزل ليا على الراس دونك بلوكاج توتال دونك با دو ريفليكسيون. ما كتعرفيش شنو تفكر ولا فين تمشي ولا شنو دير ولا اكسترا. خرجت ما عرفتش انا في هذا. وغزمو كان واحد ميدسان كنلقى معنا في الليسي كان تيدير تما التخصص تاع تيدير هذا شدني قال لي اش كاين والو ما كنهضرش جا ملي قال لي قلتي كبير وبعدا تبعتي وفوار شنو عندك. ايوا جلست قبضني. المهم حتى تكرمي ديك الساعة قلت له القضية شنو قالوا لي شنو هذا. المهم ديك الساعة جيت انا كنفكر انا قلت شنو الطبيب قال لي هذا غادي نرجع عندو نقول له واش كاين ميد ماشي تقول لي هذيك الطريقة انا لان ما عجبتنيش ديك الطريقة باش رجعت عندو قلت له دابا المهم هاد لو فيلي كاين راه كاين عندنا بروبليم كيسكون با فيغ عطيني دي سوليسيون ولا دي بروبوزيسيون كون بوفيغ مابقاش انا جالسة كنشوف فيها هكاك. المهم جات واحد الطبيبة أخرى قالت لي جي معايا أنا أنا نهضر معاك. المهم قالت لي تمشي عند بسيكولوج. كانت واحد السيدة إين فرونسيز في لوبيتال دي سبيسياليتي تما مدام سنايلي كانت في هادشي 87. مشيت عندها قالت لك الفو فيغ أن بيبي لو بلو دو بوسيبل. بقيت كنشوف كما قالت السيده ميلا ان دوزيام بيبي دونك غادي نتلاها معاه جو في اليوغ البخومي دونك ميمكنش انا ندير ان بيبي وعندي واحد اخر وغادي يمكن غادي تولد هذاك نبقى فرحانه به وننسى هذاك الاخر. دونك مشينا جلسنا المهم كنحاول شنو ندير له كنحاول نعطي لي دوك الاقراص وداك الشيء اللي جوي دونك باش يحوت ندير له بالون دونك كنحاول نبتكر شنو ما كاينش ما قالوا لي لا سير يديه ليديكاسيون ولا غيا ندير حتى حاجه. دونك كنحط له كره كيدي داز معاه كيقيسها كتمشي كيداز يوصل ليها ايتترا حتى بدا يهز راسو بدا يحبو بدا درتو ديك اليوم بالا دونك بقى يحاول يدير الخطوات ايتترا ايتترا بدات لاميليوراسيون شويه بشويه عاد بان بلينا كنديرو ليديكاسيون فونكسيونيل. ابري دونك بداو دابا هو كيكبر دونك لي طوندونس في جونبي ما كيجبدوش دوك لي طوندون ما تيبقاش مقاد دونك لي طوندون بقاو غادي يبقاو في بلاصتهم العظم تيكبر والرجل غادي يبقى يتشبع دونك ولا كيمشي هنا كرمي ما تيوقفش. الوغ درت كاع لي ميدسان كنمشي عند لي بروفيسور في لونيفرسيتي دونك كنمشي دايما عندهم زعما هما اللي كيون كي سون او كورون دو لا ريشيرش كي سون او كورون تو سا دونك ما دارو والو. ابخي شنو قلت المهم حتى التعامل ماشي هو هذا. مشيت انا قلت عندنا بوسيبيليتي دو فيغ ان ديتاشمون حنايا في لونيفرسيتي بور بريباري بليز ديبا دار دوموند دو ديتاشمون. جي في لا دوموند دو فيزا انا وياه رفضوا ليا هو الفيزا كوا لي فين دو لا با اسي دو موان مع ديك ساعه ميتر اسيستون لوغان 6000 درهم با موا دونك ملي كتمشي ليها تقول لك 600 اورو 600 اورو ما غاديش تقدر بور دو بيرسون. قلت لها واخا عطيني انا فيزا جو بار سون مشيت انا جو بارتي لافا خديت جي في دوموند دو بورس دو كوبيراسيون خديت فيها 1400 اورو افيك 600 درت عندي دو بي جي روفي لا دوموند مشيت جي كونتاكتي سيرفيس ديترونجي تما. الوغ قلت له راه بغيت نجي ولدي فوالا اسكي لا بروبليم لي عندو اكسيتيرا اكسيتيرا. قال لك تي لو دووا طونك تي با باسي بليس كو سي موا هنايا دونك عندك الحق دير داك التجمع العائلي. الوغ جي في لا دوموند افيك دابا عندي لي موايان لي 2000 اورو با موا بليس عندي لي بريزون شارج ديال لابوغاتوار اكسيتيرا دونك خديت لي فيزا ديتو. الوغ المهم ديتو تما كنت خديت لو رونديفو نو با بيردو دو طون خديت لو رونديفو ديال مع البيدياتر تما افون في سي اش يو ديال في جي تي اليش.
alors tu m'as dit que le médecin chafou قال ليش الله يعوضك هذا الولد قال لي اون غارد اون سيمين pour faire les analyses on va chercher pour une équipe pluridisciplinaire on va voir ce qu'on peut faire pour ton fils. Ça rassure. Donc il y a quelque chose à faire. Donc, voilà, bien sûr. Ça veut dire que j'ai pas perdu le temps en venant. J'étais en Belgique, dit ça. Moi, je suis là. Je suis là depuis le soir. Dans le tribunal de Cameroun, j'ai un orthopédiste, un neurologue ou un pédiatre pour donner un avis. Je n'aurais dit rien. Je n'aurais rien dit. Moi, mes donc d'ici le travail de l'opération, elle a tous les tendons. Je suis pas le bagage. Moi, il y a une opération, etc. C'est une opération, parce que la rééducation, on cherche un centre de rééducation, comme de l'Ottawa, etc. Alors, nous avons à l'école, après, nous avons l'hospitalisation, et nous êtes 8 mois d'hospitalisation. Après, nous avons l'hôpital, et nous avons l'école, et nous avons l'école, et nous avons l'école, et nous avons l'école. Donc, nous avons l'école pour handicapés humains, qui a la rééducation. Il y a l'orthophonie, il y a l'ergothérapie, il y a tout ce qu'il faut. Donc, il y a des disciplines, évidemment, qui jouent une douce soir, qui doit aller à 4 heures. Donc, il y a la bretille, tu n'as pas le temps, mais je fais la recherche. Tu dis oui, il y a quelqu'un déjà, qui joue au mal d'art soir, à 7 heures du matin, qui est économique, bien sûr, ou qui l'a ma pratique, je connais bien. عندنا اللوكال تيبات وعندنا تالانترنا نبقاو نجيبو ليك غير ميكان انتيا تي في طون طرافاي نو تو ديرونج با. المهم انا قلت لهم لا ما يباتش نجيبو عندي غادي ديرو الصباح ماشي غادي يبقى طول الطون مع لي ميم بيرسون غادي يجي عاوتاني حنا نعطيو حقنا. المهم كيديو ويجيبوه بور لا سميتو لوسبيتاليزاسيون ديالو. Alors, quand, par chance, dès que l'âme, j'ai eu l'amitié pour les étudiants. Fais-je me chita. Donc, par chance, j'ai eu l'amitié. Donc, je vais payer la différence depuis les opérations. Alors, dès que j'ai eu l'hôpital, j'ai eu l'assistance sociale. Fais-là. Quand tu vois le halle d'yale, le maldia, le ma'naouia, etc., tu as eu un dossier. اللي قالت لي شحال عندك ديال المدخول ديالك قلت لها لا سون قالت لي سي با سيفيزون باش تبقى تخلصي لي فري دوسبيتاليزاسيون تاع هما انا جو فيغ ان دوموند سيرفيس سوسيال يل بي لا ديفيرونس انت هي بحرات السكنه والماكله اكسيتيرا اكسيتيرا دارت لا دوموند الوغ تا هي جاتها عجب عطاوها لا بريزون سال اون شارج بوندون توت لا بيريود دوسبيتاليزاسيون لان قالت لها ما عمري خديتها توتال كنخدم غير بارسيال سكيفي خدمها ليا الكومنات وبي خلصوا لوسبيتاليزاسيون ديك لا بيريود ريديكاسيون دونك تو خلصوا كلشي انا بريزون كاملنا غير الكرا والدار اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ ملي سالينا من ديك لوسبيتاليزاسيون دخلنا في المدرسة كيدير لها كاينة في الدار مشيت المهم تما عندهم واحد البروغرام ديال لا بريزون شارج في بلجيكا عندهم لي كاتيجوري عندهم دوك لي زونديكابي عندهم بوحدهم عندهم لي فيف وعندهم لي زوفولان اكسيتيرا تيسموهم فيبو واحد سميتو باكتي سميتو فيبو دونك ملي ولدي داخل داك سميتو دونك عندو بريزون شارج توتال يدوز ان فيل عند من ما بغا ان بروفيسور اكسيتيرا لي نورمالمون الا مشيتي عند بروفيسور كتخلصي ان سوبليمون هو يمشي فين ما بغا يدوز فين ما بغا لا ريديكاسيون غراتوي كلشي بي ملي مشينا نديرو داك سميتو لا يشوفو الطبيب لان عندهم ان ميدسان كونسيل شاف الحالة ديالو قال لي كتب في الدوسي ان الكيني والاورتوفونيس تيجيو عندو الدار هو لا فام نو با سو ديبلاسي افيك بي شي زورون تيجي ولدها تال عندك نتوما تجيو لعندها وقال لك حتى الا بغيتي اللي يجي في الصباح يدوشلو يلبسلو يخرجو ليكول داخله في لاميتي دونك انا جو هادي اون بارونتيز بور كومباري لي لا بريزون شارج ديال تما لي سيتياسيون ديال لي ولا سيتياسيون ديال هنايا توتال ملي كتمشي عند ان ميدسان راه ما عاودش التفاصيل ديال اش داروا لي ميدسان هنايا راه كاين اللي كندخل عندو بلي دوكيمون ديالي تيقول لك درتي كلشي ما عندي ما ندير دوزي لاكيس ان ريان في نو با توشي ما قاسش عليا كيقول لك دوزي لاكيس تخلصي لي فري ديال الكونسلتاسيون تنبغي نغوت عليه ولكن تنقول ما عندي ما ندير جي با لو شوا.
moi j'ai dosé avec la période où j'avais aussi des problèmes d'entraînement pour être libéré mais j'ai attendu maintenant une décharge etc et m'a dit mouchki il est venu ce qui fait j'étais obligée de rejeter mon cash tout mal j'ai attendu le même mari le programme donc j'ai l'année la même chose mais je suis fin de mes leaders المهم عطاني سميتو لورتوبيديس ان بروغرام دو ريديكاسيون شنو خصو يحرك لهم هنا غيدير له هاد المجموع هذا مشيت لوبيتال مولاي اسماعيل لا كيني تما دخلت عندك الكيني فريمون راه ملي ما صفقتوش داك النهار راني صفرت اجي قال لي انت غير كتضيعي وقتك مع هاد الولد قلت له انت جايه عندك دير لي التعويض غدير التعويض وتسد فمك سينون كي نتايا انت بعدا كاين اللي اصلا ما خصكش تكون في هاد البلاصه لان باسكو لي مامو ولا هذا لي بيرسون اللي كيجيو يديروا التعويض راه بزاف دو ترافاي بسيكولوجيك باش كتمشي دير هذيك الحصه وتمشي وتلقاي بحال هاد الهضره تتعطك للصفه وغزمون انا كون جو ديسيد ما كتاثرش اللي كيقول لي المهم دار الثانوية رجعنا مشيت عند مابقيتش مشيت لولي اسماعيل مشيت لدكتور حماموشي اللي تعرفو كان حل هنا تما اللي كنت كندير عندو التعويض ساعة مالوغوزمون تا هو مشى للرباط بقيت اون بال ميتسين فيزيك فوالا ميتسين فيزيك هو اللي تفهمت انا وياه على كومون فير شفتو البروغرام وداك الشيء دونك اون في لا ريديكاسيون كوم يل فو عندنا تخوا فوا باغ سومان اكسيتيرا ولا ميتيال ديال هنا خصك تعطيك 15 حصه فين ما تعطيك 15 حصه خصك عاود تمشي تجري ودي ثاني طوريزاسيون يعطوك ثاني 15 حصه حتى غير ما تيخدمش لك شي ديفينيتيف دونك حتى هما تيزيدو في الخدمه فوالا ايوا المهم دابا دخلنا كانوا هنا بقيت كنقلب فين ندخلو بور لي زيكول كانت وحده في تولان افاق sur le niveau intellectuel intelligent مي عندو ان لونغاج سبيسيال ديالو يكومبخون داكشي كنقولو كيفهمو وكيعبر بالطريقة ديالو دابا حنا كنفهمو كومبخون سميتو زكريا كيفهمك واخا لا الوغ بوغ هاديك اللي كليك خصنا نجردو باش ميحسش براسو بلي راه كنعطفو عليه لان هو دابا كيما قلتي قبيلة غي كتجلس حداه تيشوف لا بيغسون تيدير عليها اون ايدي اما يمشي عندها اما ما يمشيش عندها اما يحملها تعجبو ولا ما تعجبوش دونك سكي في جي ان ترافاي سو موا خصني انا ملي نكون تندير ليا شي حاجه نجلو فيها افيك بليزير ماشي لحقاش بقى فيا لحقاش كنعطف عليه لحقاش دونك سي ان ترافاي سو سوا اوسي دونك حيت هو الا كان شافني غير كيشوف لي تيقول لي كيما الكل كيف يعرفني ما عجبنيش الحال ولا عندي شي مشكل ولا هذا دونك داكشي اللي قال الاستاذ بلا عندهم ديك لا سونساسيون كتكون طالعه بزاف اللي ندير وي ماكس توتيك لي فان الفيت سون انيفرسير Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci. Voilà. Oui. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
دونك بقيت عاوتاني قصه الولاده الثانيه واحده اخرى. الوغ ملي سميتو قلت ما غنولدش لي انني يمكنش غادي ننسى وانا ما نعرف انا في بعض تشوف لي انه فوق يضحك معاك هكذا تهدي الاخر ما شنو ديتو للروض قلت غادي ندير الروض غادي نشوف لي زونفون ايتترا ايتترا دخلت لواحد الروض غير حدايا في الدار دوز فيه شي يامان جات عندي ضربو شي ولد هو عضو هو ايسو ديفا جات عندي المديرة قال لك ما تبقيش تجيب ولدك عندي علاش قالك راه عند واحد الولد قلت لي علاش عضو قال لك ايوا المهم جات امو كتغلط عليا وكذا وقال لي نخرج ولادي ما نديكيش هاد الولد من هنا ايتترا دونك هذا راه باقي كان عندو ديك الساعة 3 داكشي فاش قلت غادي نولد ليه خور يلعب معاه ويجلس معاه ايتترا الوغ جي اي لو دوزيام انفون حمزة دونك كلشي مزيان دونك المهم دازت الولادة مزيانة كلشي مزيان دابا هكا لا دوزيام لو دوزيام انفون جي دوز انفون ابخي لو دوزيام انفون ولدي حمزة عاوتاني كيمشي ليكول كان صغير كيشوف الدراري تيجيو خوتهم معاهم مدرسة قال لي هاد الدراري عندهم خوتهم تيمشيو معاهم مدرسة ما تنش نقول لهم على خويا الوغ سي ان اوتر بروبليم الوغ قلت غادي نزيد وحدة دوزيام انفون دابا لي دو دابا ملي ولدت لا دابا تخوا تخوا زونفون وي دونك لو دوزيام ابخي هذاك هذاك هو الشاف كاين هذاك هو الشاف لا فامي ابخي زكريا ملي ولدت لو بخومي لو دوزيام حمزه كان زكريا كيتفاعل معاه كيحضيه الا مشى للضو يحضيه ماما مشى مومو هي تيعيط ليه كغا تيسميك مشى لهنا هذا تيحضيه دونك هو بدا تيولي بدا تيفي اتونسيون سو سون ريسبونسابل il se sent responsable بلي راه وحاس بلي هذاك خو الصغير دونك كيحضي ايتترا لو دوزيام لا ميم شوز تعلم معاه بنفس الطريقه كيحضي ايتترا حتى واخا يضربو ما يردش عليه هو كبير تيقول زعما هذا باقي صغير هذا ايتترا ايتترا دابا المهم ولد صغير راه عنده 20 طون دونك كيجيو هما تاني دون لا فامي عاوتاني يجي انستالي لو ريسبي لزكريا باسكو سينو باسكو بوغ كيما قالو باش ما يتهمش التهميش اللي كان هضر عليه الاستاذ راه خصي يبدا داك سميتو الاهتمام داك الولد في وسط العائله كيما تعاملتي انت مع مو غيتعاملي مع الاخر دونك سي تو اكسبت باش يجي واحد اخر يقول ليها الهبيليه هذا دونك الا انت سكتي كلشي غادي يقول ليه دونك انا هادشي جي انتيردي اني يقول له شي حد شي كلمه كيجلس معايا في الطبله يخربق ولا يدبر المهم راه تبسيطو قدامه ويس حدايا دونك اللي ما عجبوش الحال في داري اللي ما عجبوش ياكل معاه ولدي ما يجيش عندي دونك جي في واحد لا والولد مريض مسيرة تقولي مع الضيافة شفت ملي داري اللي يدخل فيها اللي غادي يجلس في الطبلة مع زكريا سينو ما عندي ما ندير به دونك انا من هنا دابا توت لا فامي ريسبكت زكريا تو اللي جا من ميل باغ تيجيو الكادو ليه تيخرج القهاوي السربايه كلهم تيجيو يسلبو سلو الراس الا كيديو خوتو القهوه دائما ملي كيمشيو بلا بيه تيقول لي راه خصنا نردوكم بحال كنت تجيو معاكم زكريا شي لي راه من الشوز ملي كنكونو عندهم الجلسه تيقول لك ما جبتيش لي سي باسي ديالك دونك انا المهم كندي معايا فيلم بحال هكا دونك هي تيجيو عليك بسم الله الرحمن الرحيم
أنا بدوري في حق لا يسعني إلا أن أتوجه يعني بالشكر الجزيل للكلية ديال الأدب والعلوم الإنسانية على هاد الدعوة ديالها لهاد الندوة العلمية المتخصصة اللي كتنظمها بشراكة مع الجمعية ديال الشقائق اللي كانت من دولها كان توفيق السداد في الأهداف ديالها اللي رسمها في القانون ديالها الأساسي اللي الحمد لله السمعة ديالها يعني كما سبق وتفضلوا الأساتذة اللي سبقوني يعني فاقت ما هو محلي ووطني إلى أصبحت يعني السمعة وطنية وإشاعة وطنية من دولها كامل التوفيق. أنا كنحضر اليوم بصفتي كمسؤول على واحد المؤسسة سميتها مؤسسة الرعاية الاجتماعية الفتح لتربية وتعليم الأطفال الصم، وحاضرين معنا مجموعة ديال المؤثرات اللي هما في وضعية صمام صم اللي التواصل ديالهم هو تواصل بلغة الإشارة، وهاد الندوة المتخصصة اللي اليوم كتنظمها الجامعة بشراكة مع الهيئة ديال المجتمع المدني حقيقة تحمل مجموعة ديال الدلالات ومجموعة ديال المؤشرات على اعتبار كتبين أن الجامعة الحمد لله كتعرف واحد الانفتاح اللي هو متزايد على الهيئة ديال المجتمع المدني والاختيار ديالها ديال هذا الموضوع على ديال المرأة المعاقة. هذا الموضوع المجيد المتخصص اللي في حقيقة ماشي كل واحد كيتناوله، وكنحيي الجمعية ديال الشقائق والمجموعة ديال البحث ديال تانيت على أنه الرغدة يعني أن تيسوجي اللي ماشي سهل. القضايا ديال المرأة يعني الجميع كيتكلم عليها، ولكن باش نتكلموا على المرأة المعاقة فلا البحث ولا الندوات ولا اللقاءات فهي نادرة جدا أنها تحدث على هذا الموضوع على المتخصص. نتمنى أن هذه الندوة هذه تكون بادرة ديال الخير باش نفتح الجامعة بشكل عام، نفتح على البحث في الموضوع ديال الإعاقة باش يندمجوا الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ويتمتعوا بكافة الحقوق ديالهم على قدم المساواة مع باقي المواطنين. احنا في الجمعية ديال الفتح والمركز ديال الصم احنا في اتصال دابا مباشر مع الجامعة عن طريق الأستاذة مشكورة وصديقة ديال المركز دكتورة الهيمي اللي كان اشتغلوا جنب إلى جنب من أجل إقناع الجامعة أنها تفتح واحد شعبة أو واحد لاليسونس بروفيسيونيل في المجال ديال التواصل ديال الأشخاص الصم، لأن الأشخاص الصم كما جات في الشهادة ديال الأخت فاتحة الإعاقة ديالهم إعاقة تواصلية بامتياز وإعاقة كما تقولوا متبادلة. حنا فاش كنتكلم المجموعة منا كانوا حسوا بالإعاقة لأن ما كانوش كيعرفوا شنو كتقول بلغة الإشارة، لذلك في الصمم هو إعاقة بارتاجي سي ان هانديكاب بارتاجي. لذلك أن إلى استطعنا أننا نفتح الجامعة ديالنا على البحث في المجال ديال التواصل ديال لغة الإشارة باش نطور لغة الإشارة ديال هاد الأشخاص الصم ويستمروا في التعليم ديالهم، ما يبقاش أي تعليم محدود غير في الابتدائي، لأنه دابا حنا على مستوى المركز ديالنا ديال الرعاية الاجتماعية لحد الآن ما استطعنا شيء أننا نوفر لهم الكوليج والليسي والتعليم العالي، ولكن أعتقد أن الجامعة إلى فتحات شعب متخصصة في لغة الإشارة وفي اللسانيات ديال نعم ممكن تطور لغة الإشارة ديالهم، ممكن على الصعيد الوطني أن يتم الاعتراف بلغة الإشارة كلغة اللي هي كتحدد الخصوصية ديال هذه الفئة ديال الصم، وممكن تفتح لهم الأبواب ديال الاندماج والتمتع بكافة الحقوق ديالهم خصوصا الحق ديالهم في التعليم، لأن التعليم هو المفتاح والتربية الجامعة والتربية الدارجة هي المفتاح ديال الاندماج ديال الأشخاص الصم. إذا بدوري في حق تسميح بدوري أنني في حق جد سعيد أننا نحضر معكم في هذه الندوة المتخصصة، وحنا المركز ديالنا مفتوح لكم من أجل يعني أن الطلبة يجيوا يديروا بحوث ميدانية ونتعاونوا معهم على أساس أن هاد التراكمات اللي عندنا ولا هاد التجربة نوضعوها راه الإشارات الكلية والجامعة من أجل إن شاء الله التقدم في البحث في المجال ديال الصمام وديال لغة الإشارة حتى يعيشوا هاد الأشخاص الصم والمرأة الصماء كذلك
تعيش على قدم على قدم المساواة مع باقي المواطنين في المغرب. وشكرا لكم. شكرا جزيلا للاستاذ رشيد على التعاون ديالو وعلى الاستعداد ديال الافق اللي فتح امامنا للبحث. وفي الحقيقه يعني هي دعوه كنت اتمنى ان يحضر عدد اكبر من الطلبه خصوصا المتخصصين في الاستاذيات كما ذكرت. لكن الفكره ان شاء الله اكيد ان الزهرة ولا الاستاذ الحاضرات معنا ولا الافاق. انا نسمع بزاف ديال المشاريع يعني الطموحات كاينه والافكار كاينه ولا المدام المسؤولين يعني كيبينوا في الاول. انتم سمعتوا الكلمه ديال السيد العامل، سمعتوا الكلمه ديال السيد الرئيس، لان يعني كخص التفعيل. واللي ذكرت جمعيه الشقائق انه هو الكلمه المفتاح ديالها هو التفعيل، يعني ما نبقاوش غير نهضروا كان ولكن نفعلوا. يعني وكيجي الانجاز التفعيل على الانجاز واللي غيتنعكس الثمر ديالو على الجميع ان شاء الله. قبل ان اختم استسمحكم لحظه لان نطلب للاستاذ حنشي الكلمه. نكون سعداء انه شاركنا بالكلمه ديالو. تفضل استاذ. تفضل. مرحبا استاذ. تفضل استاذ. أنا عندي شهادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أجمعين. أقول بفعل التأثر والعقليات الهجينة من ناحية الثقافية والاجتماعية السائدة في وضعنا المتخلف، المرأة هي التي تتحمل تبعات ومتطلبات ابنها المعاق على الصعيد التأهيلي، على الصعيد المالي، على الصعيد الصحي، على جميع الأصعدات التدبيرية لشؤون أمرها. معنى هذا كما ذكر السيد رئيس الجامعة، قال إن من يعرف إن من الإعاقة يعني لا يعرفها إلا من عاشها. أقول لكم من وحي المباشر باعتباري أبا لابن المعاق، الحمد لله تطور بشكل إيجابي بفعل يعني توفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ولكن مجهودات الشخصية للأسرة. أشكره بموجب هذا زوجتي الكريمة تضحيتها الاستثنائية لعشيها. يعني هو الاصل ولد هذا في احد اكبر المساحات يمكن، وسبب اعاقته خطا طبي. الولد خلق ولد بريماتوري قبل الاوان 7 اشهر، ونقص كان فيه نقص ديال الاكسجين في الكوفاز وهو الذي سبب. انا عندي كل التدابير وكل الامكانيات من ناحيه الصحيه ومن ناحيه الطبيه لتاس ان الكلام صحيح، لكن نقابه الاطباء الكلينيك كلهم رفضوا ان يكون هذا الامر. المهم انا هذا زعما بالنسبه لي ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى، الشكوى الله سبحانه وتعالى، لكن الامر كله هذا هو الذي سبب هذه الاعاقه. بعدين يعني كان هناك حياه كلها صعوبه وجهاد كبير من اجل القيام بها على هذا الامر هذا. يعني وصل الى امر الحمد لله انا ميسو استاذ جامعي اعلى اطار الجامعه، كان عندي ممتلكات الحمد لله بعض القطع الارضيه وكذا، كله انفقته لاجل هذا الولد. سافرت الى اسبانيا، اسبانيا، فرنسا، المانيا، اخيرا حطتنا الرحال بايطاليا، وجدنا بعض الجامعات التي تتكفل قامت بمجموعه من العمليات المسترسله، قام ب6 عمليات، انفقت اكثر من 120 الف اورو في هذا الامر. وهذا يعني انا فرح، وخاصه انا كان عندي ما عندي بموجبه ما احقق هذا الامر. قبل ذلك التقيت اشاره من كلمه الاستاذ الطيبه بالنسبه لجو الاحباط الذي يغيب عند بعض دكاترنا سامحهم الله، لانهم يشيعون الياس والضجر والقنوط والتئيس كان هذا المعاق عليه ان يموت ويرمى. اكبر طبيب، اكبر طبيب، اكبر طبيب لا اسميه يعني حفاظا على الكلام، قال لي هذا الولد احمد الله لا يمكن باي حال من الاحوال ان يبرا، ولا يمكن ان يقف، ولا يمكن ان يمشي. احتسي بهذا الامر وانت يظهر لك رجل مؤمن وخليه يجلس في الدار ولا تخرجه. هكذا اقتله. ان شاء الله سبحانه وتعالى ان هذا الولد، ان شاء الله سبحانه وتعالى ان هذا الولد الذي لم يكن يقف ابدا اصبح يسير بطريقات شبه طبيعيه، يجري، اصبح يعني من الناحيه العقليه الحمد لله جيد،
il maîtrise quatre langues, l'italien, l'anglais, le français, l'arabe, où il écrit le chi'r en arabe. يحفظ 25 حزبا بالقران، يعني كل قدرات العلميه والثقافيه وخاصه التواصليه الاجتماعيه. اعطاني الله اولاد الحمد لله برزوا في هذيك بنت دونتيست، الولد سيناقش دكتوراه في الهندسه الصناعيه بعد شهر وكذا، الحمد لله ميسر، ولكن احسن نواره ديال الدار هو ذاك الولد. القصد هو هذا، لا بعد ذلك هذا الطبيب بهذا الاحراج زرته مع ابني وقلت له شوف هذا الذي قلت انه لن يقف ها هو الذي كذا بكذا انا اعطيك درسا من الناحيه النفسيه التاهيليه انتم اطباء وطب النفس وطب التعامل اولى من الطب الفيزيولوجي يعني هذا هو الذي الدرس الذي اريد ان اقول لكن انا قبل ذلك عندي كلمه بسيطه اذا كانت الاسره هي التي كتحمل السؤال هذا الامر يفترض تحسيس لافراد الاسره ولكن خاصه للمجتمع، عندنا ثقافه متخلفه في حقوق خصوص التعامل مع هذا الامر. لما جاء من ايطاليا بعد امضى وكان عنده كل الامكانات وحصل على الاوراق لكن كان رجعه مع زوجة كان امر طبيعي. اولا للمصلحه الاسريه لاجتماع الاسره بعد ان امضيت انا شخصيا لوحدي نحو قرابه 7 سنوات اتكفل بالاولاد وبمصالحهم وبلباسهم وبرعايتهم وبتندرسهم وبكل متطلباتهم، الحمد لله توفقوا ونجحوا غير النجاح والحمد لله سبحانه وتعالى، لكن سؤال اين الدوله في هذا الامر؟ اين الدوله؟ لا وجود للدوله، اعتقد نحن نعيش في جو اقرب الى منطق العصابات منه الى الدوله، اسمحوا لي على القسوه ولكن انا اؤمن بهذا الامر اصلا. هؤلاء الاستاذه حكت وانا لو جيت احكي كيف كان في ايطاليا يعني ترونسبور كوتيديانون السياره ديال البيسين السياره ديال التاهيل البدني وديال ريديكاسيون السياره ديال كذا السياره ديال السبور مشاركه في السبور السياره هذا كله ناهيك عن كل المتطلبات بما في ذلك المتطلبات الماديه انا لو شئت احصل على الاقامه الدائمه ومعها على 1200 اورو لحصلت لو كنت ارغب في الامور كذا الامور الماديه لكن اريد ان اعيش جو الاسره العائليه يعني ما الفرق بيننا وبينهم؟ ما الذي يميزنا عنهم؟ القصد هذا الامر يعني يعكس غياب البعد الاجتماعي، غياب التمويل المادي لكل هذه المتطلبات وبالتالي انا ان كان لي من طلب وهو ان هذا التحسيس لا يمكن ان يقتصر على الاسره. الدوله خصها تحمل مسؤوليتها. في الانفاق على هذا، انا عندي قريب في الدنمارك يعني اعاقه تامه يشغل هذا 3 موظفين يحصلون على 2600 اورو شهريا كل واحد يشتغل بهم 8 ساعات هذا الولد في سن تقريبا زكريا ابن الاستاذه المكرمه يعني عنده في الثلاثينات عنده بيت عنده الكلى عنده راتب شهري هذا في الدنمارك عنده 3 موظفين يشغلون الدولة ترصد أكثر من 20,000 يورو خدمة لهذا الشاب علاش؟ ما الذي يفرقنا عنهم نحن؟ علاش؟ لماذا يتركوا هذا الأمر على مجهودات وكذا؟ أنا إذا كنت أشكو أنا وأنا أحسن وضعية اجتماعية مريعة ماذا تقول الأسرة المستوى الهش؟ ماذا تقول؟ ما هذا وما المعاناة؟ وما أنا الحمد لله عندي إمكانيات ويسر الله سبحانه وتعالى أن قمت بمجهود فحصلت على تطور يعني استثنائي بالنسبه لحياه ابني وهو الحمد لله انا مكون ورد البيت من جميع الاعتبارات خاصه الزاويه التواصليه والاجتماعيه شكرا لكم شكرا دابا انا الزوج ديالي تقال خصو يعمر داك لو دوسي باش ما يحيدوش ليك صافي راه دابا هو تقال استاذ الميك استاذ ومازال كيصيفطوا لنا ما خصنا كونتر فيزيت خصنا هادي كل مره جي رمضان يشوفوا البيت ديالهم اكسترا باش يخليو لي داك الفلوس ديال الوغ كو ايوغ كيخلصوك عليهم لانك كتكلف ان اونفون شحال تيعطيو في مشكل لا لا كيعطيوك
انا اود ان اشيد بطالبين، الطالب بشرى حجاج والطالب المهدي البوكي، هما طلبه ديالي معاقين اعاقه، البنت عندها اعاقه تمام، مشات عندها كور دو فرونسي وعمرها ما غابت. احيي اسرتها وخاصه اباها، هو معنا مجاهد، هذا هو اللي قال راه الدروش راه كيحسن، يعني جندي متقاعد راتبه بسيط، وجندي المهدي الطالب المهدي ايضا ابوه جندي متقاعد، ناس قصر هشه جدا، لكن هذا الاب مناضل، ما عمر ذاك البنت لاطات اوكان كور، وباها معاها دابا راه كينتظر من الكور دو فرونسي تسال الساعه الفرونسي وغيديها ويجيبها كل حاجه هكا. هذا المهدي كيمشي ساكن في الزيتون، رجليه هشين تماما وما كيخش، وعندو داك الرجيلات من هنا الزيتون كيدوز ساعه ونص باش يوصل الزيتون على رجليه. انا شخصيا باغي مبادره باش نشري لهم ديك الكروسات البوطون الكترونيك لي باتري الكتريك والباتري وداك الشيء، شخصيا انا مستعد نعاون ماديا في المجهود داك الشيء اللي خدمني الله، لكن انا بغيت الجامعه، بغيت رئيس الجامعه، بغيت الاساتذه يتعاونوا معايا باش نشري لهم، انا هاد الولد وهاد البنت هذا هو اللي باغي. انا اللي باغي زعما لان كيقراو عندي وكنقدرهم، يعني اللي ما يتميزون بهم تبريز علمي، وكنجحوا دائما بالتفوق، ناهيك عما يتميزون بهم خلق كريم، جوج بهم لا البنت لا الولد. وانا بغيت انا هالطلب هذا نديرو لهم، ما تصورش الفرحه باش قلتها لهم، ولكن انا مازال في البدايه باش نحصل ندير لهم هذا الشيء. انا بالنسبه للاخوان الاساتذه ما عارف ولهم الاسطوره، يعني الجامعه انا بالنسبه لي نقول لها الجامعه، وهانتم هذا الطلب هذا وصلوه لرئيس الجامعه. انا دابا انا ما نبغيش نشد مع زعما احترامي، لكن انا خلي الزهره، انا ما المهم اعتباري من ناحيه العملية انا ما كنشدش الفلوس، دائما عندي هذا الورع لان هذه، ولكن الاخت زهره ما شاء الله مناضله نمبر 1 يعني في جميع الاعتبارات، انا اعرفها. شكرا لكم. السلام عليكم، انا غير تفاعلا معكم وليس رد حشوما من عقد الوطن هذا، وانما غير تفاعل. الاستاذه كانت كتكلم وانا كنسترجع واحد لوفراج ديال مود مالولي لونفون افي غير سان كتحدث على كيفاش ان لونفون افي غير هذا، واخا هي كانت ابروش بسيكاناليتيك، ولكن الاساسي في هذا لوفراج هو كيهضر على المعاناة الاستباقية اللي كتكون عند الأم قبل ما يتولد يعني الطفل ديالها، وكيفاش كيكون دوك لي بريفيزيون عندها تنفتو لها لولدها، كيفاش شنو غتشري له وكذا، والتجهيز يعني هي سابقة مرحلة ديال الميلاد بشهور وشهور، وأحيانا كيجي لو ميدسان بواحد بيطالمون كيعطي واحد الصدمة، وكتقول كيفاش أن هذاك لونفون imaginez un enfant les voir la vie réelle واحد المفارقه كبيره اللي كتجعل ان الاطفال كتدخل في واحد الازمه نفسيه اللي كتكون عويصه جدا. انا بغيت نعرج على اساس ان واحد المساله الذكاء ماشي فطري، هذه المساله اللي انتهت فطريه الذكاء سالينا مع المرحله اللي كنا كنهضروا على فطريه الذكاء، وكذلك ماشي مكتسب 100%، لان الجين الفطري كيلعب واحد الدور ولكن ماشي هو حاسم، وهذا هو علاش دابا الان لي زابروش جداد في لابسيكولوجي كتهضر على ما يسمى لاندستري دو لانتيليجونس، لان الذكاء في الاخر باقي حتى مصطلح انتيليجونس هو مصطلح في الفاضي، لان دابا كنهضروا على استراتيجي مونتال استراتيجيات الذهنيه سواء يعني في ريزوليسيون دو بروبليم ولا في لاكيزيسيون ولا في ميموريزاسيون ولا شي، كاين كلشي عبارة عن دي استراتيجي. الان في ليديكاسيون كوليتيف فين مشات كتهضر على ما يسمى ابرونتيساج دي استراتيجي، الا كان واحد لونفون عنده غوطار مونطال حيت لي استراتيجي دابرونتيساج عنده قليله، دابا الان هذوك لي استراتيجي كيدير لا
لابرونتيساج كاين عندنا بروغرام ديال ديال لابرونتيساج دو لابستراكسيون ديال ماري بارت. هذا كيفاش ان واحد الطفل اللي ما عندوش قدرات على لابستراكسيون من 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 دو كوتي بازيك كيفاش كيطلع تيوصل لابستراكسيون. لابرونتيساج اوبيراتوار ديال جون لويس باور هذا كيخدم على يعني الذكاء العملياتي الاجرائي. كيفاش ان يعني الاطفال اللي عندهم غوتار مونتان يعني الذكاء الاجرائي ما كيكونش عندهم وعنده ماتيريال اللي كيخدم على ثلاث سنوات كله عباره عن بروغرام اللي كيطور يعني الذكاء العملياتي. ثم كذلك الريزونمون لوجيك ديال فرانشتاين كله كيلعب على كيفاش انه يتكون الريزونمون يعني لوجيك باش انك تحطو في واحد لا سيتياسيون ديال 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 ريزولسيون دو بروبليم بسيطه هو كيتبرمج فيها مع المدة الأخير كتلقى بينهم اكتسب آليات بحال هكا الأطفال اللي كيلعبوا البلاي ستيشن بزاف يعني الانتيليجونس تروزيام ديمونسيون كتكون ديفلوبي على لي زوطخ أونف علاش الاستعمال يعني اليوم هنا بغينا أول حاجة حنا خاصو ما نفقدوش الأمل ما كاينش حاجة سميتها فقدان يعني الأمل. وهنا أنا ماشي بغيت ندافع على الميدسا وعلى لي بروفيسور هو ملي كتجي واحد القضية واحد العدد كبير ديال لي بروفيسور يونيفرسيتير و لي ميدسا و لي انجينيور راه قراو برا قراو مع هادوك اللي كتشكروهم. ولكن هنا اللي خصها يعني ماشي هو ان حنا كنسميها لا سوسياليزاسيون بروفيسيونيل. لا سوسياليزاسيون بروفيسيونيل كتلعب واحد الدور كبير. علاش؟ لان هذاك لو ميدسا تكون احسن تكوين وراه كتلقاو شهادات عالية برا وتكون بالاخلاق ولكن لي كونديسيون احيانا راه ماشي لي كونديسيون كتكرس لو كومبورتمون. انا ماشي دفاعا ولكن غادي نقول بان واحد العدد كبير ولكن كاين دي ميدسا اللي تحداو هاد الاشياء كاملين وعبروا على شخصيتهم وعلى يعني نضالهم وبينوا بانه سوا لي سوا انا راه ممكن الامور تكون الكفاءات كاينين. لا غير لا كومينيكاسيون هو الاساس لان لتريمان نعم جورج كونغيلي ماذا حسمها في الفتره السابقه كيف ان لاكت شيرجيكال ما خصوش يعني ايميري لتريمان لان لاكت شيرجيكال كان سابقا كيشوف السامبتوم كيفاش غدوز غتبثر ذاك العضو ولكن هذاك حامل ذاك العضو هو ان تريمان ولي هو هضر على هذا الجانب ولي ان لا ميدسين مشات يعني كيفاش ان لا ميدسين ولات يعني انسانيه. ولكن هذا كيطلب حتى حنا راه مازال دول العالم الثالث ولكن خصنا نناضلو باش انا نوصلو. تحياتي للجميع. واحد الحاليه الاخت راه كانت في بلجيكا وذكرتني بمونس. مونس راه عندهم فاكولتي دورتو بيداغوجي يعني التربية اللي هي خاصة يعني فاكولتي أمريكا عندهم يونيفرسيتي غالوديت جامعة على الإطلاق ديال يعني ذوي الاحتياجات الخاصة وماشي في ديال الصوم ماشي ذوي الاحتياجات الخاصة غالوديت غير ديال الصوم فيها جميع لي ديسيبلين وفيها الأشخاص وفيها الأشخاص اللي هما يعني هي الجامعة الوحيدة في العالم اللي كديسبونسي كاع لي كونيسونس بلا لونغ ديسي نعم اي كومبري لا بويزي لا ليتيراتور لا لانجينيوري كل بلاك اسمان تي غير تاني زوتخ قبلنا لا تستراتر اصلا ديال ديال لوجيسيال ديالهم كان اسبرجر اسبرجر و ديال سميتو ديال لا بورس تريزورير ديالهم كذلك غوتار مونتال. ولكن هاد لونيفرسيتي اللي كامله ماشي دارت غير باش انا تسالينا ملي كنهضروا على مونس يعني فاكولتي اللي كتدرس هاد الامكانيات. ولكن قالوا دي اصلا هاد ذوي الاحتياجات هما ديجا هما اللي خدامين في الجامعه هما اللي قايمين في الجامعه. تحياتي للجميع. انا شكر لكل من سهر على تنظيم هذه التظاهر العلميه هذه الندوه التي استفدنا منها كثيرا والتي نعتبرها فقط بداية مسيرة طويلة في هذه في هذا الطريق. نبذل جهدنا إن شاء الله جميعا لعسانا نترك بصمة في هذه المدينة ونقدم شيئا يذكرنا به من سيخلفوننا في هذه المؤسسة إن شاء الله.
وأشكر بصفة خاصة الدكتورة فاطمة على تجشمها على السفر ومشاركتنا إياها تجربتها ومعرفتها والكتب أيضا التي سوف تشجعنا كثيرا ونعتبرها أيضا نقطة الانطلاق. وأشكر مرة أخرى الدكتور إلهي هلالي لجمعية الشقائق بصفة خاصة لأنها صاحبة المبادرة، وكنا نتوقع أن نحتضن نشاطها السنة الماضية، ولكن يعني فرحة هذا اليوم تعوضنا عن السنة الماضية وتجعلنا نتفائل بما سيأتي من سنوات إن شاء الله. شكرا للسي رشيد ولجميع الإخوان والأخوات المؤطرات اللائي شاركنا أيضا تجربتهن. شكرا لكل الحضور الكريم ولسعة صدركم، والشكر الجزيل بدون حدود للأستاذة صديقتي العزيزة عائشة شابون التي أحسسنا بصدق تجربتها أيضا وهي تقتسم معنا هذه المعاناة. نحب جميع الأمهات ونضع فوق رؤوس اللائي عندهن هذه المعاناة تاجا مرصعا أكثر من غيره. شكرا جزيلا ولقاؤنا في أنشطة علمية أخرى إن شاء الله.